صباح الفل على حضراتكم. صباح جميل يا رب، مليان محبة ومليان سلام ومليان خير. بصبح عليكم وبستمر مع حضراتكم في حلقة جديدة من صباح دريم. يا رب كل اللي جاي في حياتنا يكون أحسن وأحلى وأجمل إن شاء الله. بفكر حضراتكم كل يوم إن كل يوم بداية جديدة، فرصة جديدة من ربنا. كل يوم نصحى الصبح ونفكر في الحلو اللي في حياتنا، كل يوم نبص للنص المليان من الكوباية، كل يوم نشوف الإيجابيات ونبعد شوية بدماغنا عن السلبيات عشان الدنيا تبقى أسهل وتبقى أحلى. النهاردة فكر حضراتكم بحاجة، وكل يوم بفكركم بحاجة لو ركزنا فيها شوية حياتنا تبقى أسهل. أفكركم النهاردة بضبط النفس. ضبط النفس، ناس كتير قوي تقول إن أنت المفروض تمشي وراء إحساسك، وطبعا واستفتي قلبك وإن أفتوك، وحد تاني يقولك أنت لازم تستخدم عقلك في الحياة، ولازم تكون مركز ومصحصح طول الوقت، ولازم طول الوقت يكون دماغك هي اللي ممشياك مش حاجة تانية، تفكر وتعقلها وبعد كده تمشي في الموضوع، وهتلاقي العقل بالتأكيد هيجيب نتيجة كويسة. الحقيقة العقل دايما بيجيب النتيجة الكويسة، والعقل دايما بيكسب، والعقل دايما لما بنفكر وبنشغله شوية صغيرين كده الأمور بتبقى أسهل. وضبط النفس معياره الحقيقي إن أنت لما تكون في أي موقف، وخلينا ناخد مثال، وكل يوم أجيب لحضراتكم مثال. لو قدامك شغلانة معينة وعايز تسيبها وتروح لشغلانة تانية، أنت بتستهويك الشغلانة التانية وعجباك قوي وعايز تروح تشتغلها، بس أنت ممكن تكون مجرد إن أنت زهقان أو متضايق من الشغلانة اللي أنت فيها دي هو السبب الحقيقي إن أنت تروح للشغلانة التانية. هنا إحساسك وقلبك هما اللي بيسوقوك وبيقولك لا أنت زهقت واتخنقت ومليت وغير وروح للشغلانة التانية واشتغلها وتبقى أحسن، تبقى حياتك أفضل. لكن لو ركزت شوية بقى واستخدمت ضبط النفس وفكرت حبة صغيرين، فإن الشغلانة اللي أنت فيها دي ممكن تكون فيها إيجابيات أكتر، ممكن يكون ليها فوائد أكتر. مجرد إن أنت عايز تغير أو عايز تتحرك من المكان اللي أنت فيه بس تروح مكان تاني، دي بتاخدك لحتة فيها ان انت نفسك او هواك او قلبك بيسوقك شوية، فتلاقي نفسك لو رحت المكان التاني ده تشتغل فيه تكتشف مع الوقت العيوب والسلبيات، تكتشف ان انت الشغل كتير مرهق متعب، تكتشف ان انت المكان الاولاني كان افضل بالنسبة لك، لكن انت تخليت عن فكرة ان انت تلتزم في المكان اللي انت فيه وتكمل فيه كتير لمجرد ان انت كنت زهقان او مخنوق. ضبط النفس لما يكون قدامك موقف مزعلك مثلا ومتضايق منه، وتلاقي نفسك عايز ترد وتقول كلام كتير وتتعصب وتكسر وتزعق، وبعدين تيجي في لحظة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتبعد الشيطان من قدامك وتفكر شوية، تلاقي نفسك انت مش مستاهل تعمل ده كله، او مش محتاج تعمل كل ده، انت كل اللي محتاجه ان انت تضبط نفسك وتضبط مشاعرك شوية وتجبح جماح غضبك. هتلاقي نفسك مع الوقت واحدة في واحدة في واحدة بقى عندك ضبط النفس في الشق الخاص بالغضب، بالمشاعر السلبية اللي جوانا اللي بتحركنا. ضبط النفس في المشاعر الإنسانية، لما تكون بتحب حد أو مرتبط بحد أو جواك حاجة إيجابية تجاه حد، وتلاقي نفسك في وقت من الأوقات أنت مندفع متهور عايز تعمل أي حاجة، متعصب عايز تسيب الشخص اللي أنت معاه مثلا لمجرد أن أنت زعلان منه، متضايق من مراتك، متضايق من ولادك، متضايق من والدتك، متضايق من أي حد وعايز تقطع علاقتك بيه. في الحالة دي لو انت برضو مشيت ورا هوا نفسك هتلاقي نفسك ما بتوصلش لضبط النفس. ضبط النفس هنا هو اللي هيحجمك، هتستخدم عقلك، هتلاقي نفسك بتهدي الامور شوية، بتلطف الجو شوية، بتحسن الامور شوية، واحدة واحدة المركب تمشي والدنيا تمشي. نماذج مختلفة في حياتنا لضبط النفس، ممكن تكون في شغلك ويجي واحد يعصبك ويخليك عايز تقوم تكسر الحاجات اللي قدامك على دماغه وعلى المكتب وعلى كل حاجة في حياتك. في لحظة من اللحظات لو انت مشيت ورا نفسك ومشيت ورا شطانك وهواك في اللحظة دي، انت ممكن تعمل مشاكل كبيرة جدا في بقية حياتك، ممكن تتخذ القرار الغلط، ممكن تتصرف تصرف غلط. لكن لو حكمت الأمور شوية واستخدمت هنا ضبط النفس، شغلت عقلك، وضبط النفس بيبدأ من ان انت تدي مساحة لعقلك اكبر وان انت تفتح الباب لعقلك اكتر، هتلاقي نفسك الأمور اتحجمت، هتلاقي نفسك غضبك اتسيطر عليه، مشاعرك الجارفة اتسيطر عليها، الأمور وقفت معاك شوية كده وهديت، وبعد شوية هتبدأ تاخد القرار السليم. ضبط النفس لو استخدمناه في حياتنا، حياتنا كلها هتبقى أسهل وهتبقى مختلفة. دي الحاجة اللي بفكر حضراتكم بيها النهاردة في صباح دريم، ويا رب إن شاء الله صباحنا كله جميل وصباحنا كله ضبط نفس، وكلنا بنستخدم العقل وبنشغل عقلنا وما بنركنش عقلنا ونمشي في الحياة من غير دماغ عشان ما نتعبش. فكر حضراتكم إن معانا مجموعة من الفقرات النهاردة، معانا طبعا أخبارنا في البداية، وبعد كده هيكون معانا
فقرة عن السياحة، عودة رحلات الطيران الروسية ومردودها على الاقتصاد المصري، وبنتكلم في الفقرة دي عن السياحة بقى عموما، وهنروح للشق الخاص بأن رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو استؤنفت، وبنتكلم عن أن احنا عندنا رحلات بالفعل بدأت وهتبدأ، وهنتكلم بقى عن التفاصيل دي، الأسعار المخفضة اللي بتتقدم، حجم السياحة المتوقع من روسيا. وطبعا أنا بفكر حضراتكم أن السياحة الروسية كانت من أعلى النسب السياحية اللي كانت موجودة في مصر، وبعد الأحداث اللي حصلت المختلفة السائح الروسي بقى بيتوجه لأماكن تانية، ولكن ما انقطعش عن مصر، بقى بيجي مصر لكن في ترانزيت أو في خطوط طيران مختلفة لحد ما بيوصل شرم الشيخ. طبعا الروس من عشاق شرم، وهتلاقي الشباب في شرم أيا كان درجة تعليمه هو بيتكلم روسي وبيجيد اللهجة الروسية، وهتلاقيهم بيتكلموا طلياني زي ما بيقولوا، أو بيتكلموا اللهجة الإيطالية. في لهجات كده أو في بلدان كده كانت هي دايما الأقرب لشرم والغردقة والحتت دي، رجليهم خدت على هناك وما قدروش يقطعوها مهما حصل. لكن احنا بنتكلم بقى في عودة السياحة في الحجم الطبيعي والكامل ليها. النهاردة هيكون ضيفنا اللي منورنا أستاذ رؤوف حلمي، المرشد والخبير والمتخصص في السياحة الروسية، كمان أستاذ تامر عبد القادر النائب وعضو مجلس النواب، وهيكون عندنا تفاصيل أكتر في ملف السياحة المصرية. روح بعد كده، ودايما يوم الأربعاء بختم مع حضراتكم ختام الأسبوع بمنتج مصري. النهاردة هيكون معنا صنعة من يعني الصناعات اللي بتاخد أيدي عاملها كتير، وفي نفس الوقت مفيش تسليط ضوء عليها. عارفين حضراتكم المانيكا اللي بيكون موجود في المحلات، العرايس البلاستيك اللي بيتلبس عليها الهدوم، العرايس دي ليها كده تفاصيل في تصنيعها، والنهاردة معنا حد من المصنعين بتوعها، وهنعرف قصة نجاحه وهنشوف بدأ بكام ووصل لإيه. فاكرين حضراتكم في ناس كتير عندنا عدت علينا، الشاب المصري اللي بيصنع البامبو وبدأ ب 1200 جنيه ووصل ل 150 ألف جنيه في سنتين، ولسه مكمل شغل باجتهاده وبمجهوده وبشطارته وبالناس الحلوة اللي حواليه. كل يوم بجيب لحضراتكم نماذج، ودايما ختام الأسبوع بيبقى بمصنع صغير أو صنعة صغيرة. ده النهاردة موجود معانا، هيكون الحاج أحمد العمدة صاحب مصنع لصناعة المانيكان. كمان هيكون معانا الفقرة الثقافية، وهيكون معانا الكاتب أيمن مسعود، ووقفة كده لطيفة جدا، وهيكون فيها مجموعة من الأحاديث عن الروايات وكتابة الروايات بطرق مختلفة، وعندنا رواية النهاردة هتعجب حضراتكم إن شاء الله. وفي النهاية هنختم مع حضراتكم بفرقة عدى النهار، ودايما بكون حريصة ان احنا يكون عندنا مسرحيات كل فترة، ولو مرتين كده في الشهر او مرة في الشهر، عشان ما نتعبش المخرج بتاعنا. فالنهاردة معانا فرقة عدى النهار، دي مسرحية هتكون على الهواء مباشرة ان شاء الله. هيكون عندنا عرض من مسرحية الطائر لفرقة عدى النهار، ومسرحية الطائر لما حضراتكم هتتفرجوا عليها وتشوفوها فيها رسائل كتيرة جدا، وبكون حريصة دايما، وكلنا في صباح دريم بنكون حريصين ان يكون في هدف ويكون في محتوى طيب وجيد موجود في كل عرض مسرحي بيتقدم، ويكون على قدر المجهود اللي بيبذل في تقديم هذا العرض لحضراتكم، سواء من القائمين على صباح دريم او من الفرقة اللي هتقدم النهاردة. منورينا النهاردة فرقة عدى النهار المسرحية، مجموعة من الشباب المصري الواعد، ان شاء الله تتبسطوا معاهم. ده ختامنا النهاردة. خليني ابدا مع حضراتكم، بفكركم كمان ان احنا كل يوم معانا حواديت الفراعنة، ضيفنا النهاردة جلالة الملك أوناس في حواديد الفراعنة. أبدأ مع حضراتكم على طول ونشوف معاكم أخبارنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحمد بن زايد: العلاقات بين مصر والإمارات بتمثل نموذج مثالي للتعاون. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في مطار القاهرة الدولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللي بيقوم بزيارة مصر لمدة يومين برفقة عدد من كبار المسؤولين. طبعا هناخد تفاصيل أكتر وأبعاد أكتر لهذه الزيارة الكريمة والطيبة. معانا من الإمارات الكاتب الإماراتي حسن المرزوقي. أستاذ حسن صباح الخير. صباح الخير أستاذ قصار، أرحب فيك وأرحب أستاذ المشاهدين. صباح الفل على حضرتك، وخليني أخذ من حضرتك قراءتك لهذه الزيارة الطيبة. بالتأكيد يعني نحن عندما نتحدث عن العلاقات الإماراتية المصرية نتحدث عن علاقة جديدة أو علاقة ناشئة. نحن نتحدث عن علاقة استمرت الآن إلى ما يقارب 50 عاما من قبل قيام حادثة الإمارات الجديدة في عهد المخبور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي يكتسب الحب والتقدير لمصر وغالي شعبها الكريم. هذه العلاقة استمرت أيضا
في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ورأينا تطبيقها على أرض الواقع من خلال الزيارات المتكررة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. نحن نتحدث من تحديد من يوليو 2014 إلى الآن هناك 10 زيارات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى مصر، وهناك أيضا 17 زيارة متبادلة بين الطرفين. فالعلاقة المصرية الإماراتية اليوم ربما ينظر لها البعض كأنها نموذج لما يجب أن تكون عليها العلاقات العربية العربية. لك أن تتخيلي أن العلاقات العربية العربية تكون جميعها بمستوى العلاقات الإماراتية المصرية. بالتأكيد هذا ما نطمح إليه وتطمح إليه الشعوب العربية في كل مكان. في توقعاتك أستاذ حسن، أبرز الملفات اللي هتكون على طاولة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد ولي عهد الإمارات؟ يعني هناك بلا شك العديد من الملفات، سواء الملفات التي تخص علاقة البلدين أو العلاقات العربية أو حتى الدولية، ولكن مع فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالولاية الثانية هناك ايضا امل جديد للشعب المصري استمرار العمليه التنمويه والاقتصاديه التي تذكر بها مصر وشهدت تطورا كبيرا خلال الاربع اعوام الماضيه، وجميع كانت على ارض الواقع تلك المشاريع التنمويه ومشاريع البنيه التحتيه. طبعا هناك تاكيد على استمرار الدعم الاماراتي للعمليه التنمويه في مصر والاستقرار وامن مصر، وايضا هناك الدعم وتشهد المناقشات موضوع بلا شك موضوع الارهاب الذي اصبح الان يؤرق جميع دول العالم، كذلك الملف الاقتصادي وملف تنميه العلاقات الثقافيه والاجتماعيه بين الشعبين. هناك ايضا دعم لمواقف مصر في العديد من الملفات العربيه والدوليه. هناك ايضا التنسيق سيكون بلا شك بخصوص ما ستشهده القمة العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. بلا شك أيضا سيكون هناك على طاولة النقاش موضوع مكافحة أيضا التطرف أو الخطاب الإعلامي الذي لابد أن يصل بشكل واضح ومباشر للشباب العربي لكي يهزم التطرف، و ما نشاهده من خطاب الكراهيه الذي للاسف تحاول بعض الجماعات ووسائل الاعلام التي تتبع دول بعينها ان تنشر هذا المفهوم بين الشباب العربي. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ حسن المرزوقي الكاتب الاماراتي، شكرا جزيلا لك. ورؤيه اماراتيه لزياره ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. والحقيقه الشيخ محمد بن زايد طبعا كما يبدو جليا بتربطه علاقه صداقه وطيده بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وظهر ده في مناسبات مختلفه ومحبه متبادله بينهم على المستوى الشخصي، لكن كمان الامارات العربيه هي من الدول الاقرب ل القلب المصريين، والمواطن الإماراتي أيضا لما تلاقوا بقى حضراتكم مثلا أي زيارة إماراتية إلى مصر أو أي زيارة مصرية إلى الإمارات تلاقوا حضرتك هاشتاج إماراتي بيطلق مثلا مرحبا مثلا بالرئيس السيسي في الإمارات، مرحبا بفلان في الإمارات، أو تلاقي مثلا زيارة من عندهم لعندنا فتلاقي الهاشتاج طالع مثلا محمد بن زايد في وطنه الثاني مصر. يعني هم عندهم محبة مودة تلقائية جميلة جدا تجاه الشعب المصري، وكذلك الشعب المصري بيقدر وبيحترم جدا الشعب الإماراتي وبيحبه على المستوى الإنساني. خلينا نشوف معاكم كمان أبعاد أخرى. معنا الدكتور سيد شلبي مساعد وزير الخارجية السابق ومدير التنفيذي السابق للمجلس المصري للشؤون الخارجية. سعادة سفير صباح الفل. صباح الخير سعادة سفير. أبعاد أخرى لزيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر. الواقع أن زيارة الأمس هي تعتبر استمرار وتعميق وتطوير للعلاقات التاريخية التي تربط مصر بدولة الإمارات منذ رئيسها المؤسس الشيخ زايد آل نهيان، ولكن هذه العلاقات أخذت أبعاد أوسع
بعد 30 يونيو، والموقف الداعم والمؤيد لدولة الإمارات وطبعا المملكة السعودية والكويت لاختيارات الشعب المصري وللنظام الذي اختاره. لذلك منذ هذا الحين والعلاقات بتأخذ أبعاد أوسع وأكبر، وزيارة الشيخ محمد بن زايد هي متابعة ولما تفرضه التحديات غير المسبوقة التي تفرضها الأزمات العربية. وهذه الزيارة بالذات بتجيه فيما يتعلق بهذه الأزمات، والأزمات في مفترق طرق، إما أن تتعمق بشكل أكثر وتصبح أكثر إضرارا بالمنطقة العربية، أو أنها تأخذ طريق الحل السياسي الذي أصبح متفقا عليه من حتى المجتمع الدولي على أنه هو الحل الوحيد لهذه الأزمات. وأتصور أن الدول العربية المسؤولة مثل مصر والسعودية والإمارات مهمتها ومسؤوليتها اليوم هي الدفع في هذا الاتجاه. وأعتقد أن الزيارة الحالية هي في بالتأكيد بتعالج هذا الموضوع. أنا بشكرك سعادة سفير الدكتور سيد شلبي، مساعد وزير الخارجية السابق والمدير التنفيذي السابق للمجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا. شفنا وجهتين نظر مع حضراتكم من الإمارات ومن مصر، وقراءتين لنفس القضية، وهي زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مصر، ومصر تستقبل هذه الزيارة بحفاوة بالغة. وطبعا هيكون عندنا بقى بيانات بالتأكيد من رئاسة الجمهورية، المتحدث الرسمي الأستاذ بسام راضي، بالتأكيد هيكون عندنا تفاصيل وأبرز الملفات بدقة اللي هتكون مطروحة على طاولة الزعيمين. خلينا نروح مع حضراتكم لحاجة تانية، وإحنا بنتكلم عن الملف القطري، بنتكلم عن ما يحدث من قطر من يعني أداء سيء وغريب، وبنتكلم أيضا عن المملكة العربية السعودية وهذا الحديث عن الممر المائي والقناة الجديدة الخاصة بالفصل بين قطر والمملكة العربية السعودية، لكن من داخل أو العزلة اللي هتحصل لقطر، ولكن من الناحية السعودية عزلة جبرية إجبارية هتحصل لو تم تنفيذ هذا الممر المائي فعليا داخل الأراضي السعودية، لأن هيكون المساحة المتبقية المتاخمة لقطر والملاصقة لقطر هتكون قطعة ليست كبيرة من المملكة العربية السعودية، وكمان هيكون فعليا قطر محاطة بالمياه من كل مكان، يعني هيكون في جزيرة فعلية بتستقر عليها قطر. خلينا نشوف ان حرس الحدود السعودي بيتسلم منفذ سلوى لشق قناة تحول قطر الى جزيرة، ده الخبر اللي تم تداوله، ونشوف تفاصيل اكتر معانا الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف العشري مدير تحرير جريدة الاهرام وواحد من اهم المتخصصين في الشأن العربي. استاذ اشرف صباح الفل على حضرتك. استاذ اشرف صباح الخير، صباح النور، صباح الفل، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله يا استاذ. طيب خليني اخذ من حضرتك قراءتك للخبر المتداول بخصوص ان حرس الحدود السعودي بيتسلم منفذ سلوى لشق قناه تحول قطر الى جزيره، ده الخبر اللي تم تداوله، عايزه قراءه من حضرتك لهذا الخبر. بالتأكيد يبدو ان فعلا السعوديه فاض بها الكيل من ممارسات قطر على مدار سنوات طويله ونقوصها للعهود والتعهدات التي وقعتها في المملكه العربيه السعوديه خلال القمم الخليجيه والقمم العربيه بشان عدم التدخل او تصدير الارهاب الى دول الخليج وخاصه المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات
ناهيك عن ما فعلته مع مصر على مدار اكثر من 15 عاما بتصدير كثير من الفتن المتنقله والجواله، يبدو انه حانت ساعه عقاب قطر بالفعل وعزلها بشكل كامل عن المجتمع الخليجي والمجتمع الدولي وحشرها في الزاويه من الانف صاعدا لهذا المشروع الذي قررته السعوديه ببناء قناه بحريه سلوى او بعمق 60 كيلو متر وبطول 60 كيلو متر وبعمق 20 كيلو متر وايضا بعرض 200 متر، سيلعب دورا كبيرا في احداث العزله الكامله والتامه وقطع كل المنافس امام دوله قطر في المرحله القادمه. لا تنسي ان بانشاء هذه القناه لم يعد يتبقى غير مساحه قليله بين السعوديه وقطر على المساحه الحدوديه تبلغ 2 كيلو متر فقط، وقررت السعوديه تحولها الى منطقه عسكريه تضع فيها اجهزه انذار مبكر، تضع فيها قوات حرس حدود، وبالتالي سيكون لك بالفعل اغلاق كامل لكافه المنافذ والاطلالات القطريه على المجتمع الخليجي وعلى السعوديه وعلى المجتمع الدولي، وبالتالي اعتقد ان قطر الان ستواجه كثيرا من العقبات والعراقيل فيما يتعلق باحداث انفتاح على المطلوب على العالم من حيث تجارتها او حيث حتى رحلاتها او حدودها البريه، انه لم يعد امامها غير المجال الجوي، وهذا المجال حتى الان على مدار اكثر من 9 اشهر مجال معطل فعليا ان الدول المجاوره طبعا في مشاكل معها. طيب خليني اخذ من حضرتك حاجه تانية، يعني السعوديه اتخذت القرار والسعوديه والامارات يمولان ومصر تنفذ، برضو قراءه حضرتك لهذه النقطه والتعاون الثلاثي في هذا الملف؟ اعتقد الاعتماد على الصيغه المصريه ولجوء الى مصر باعتبار لديها تاريخ وايضا لديها خبره وتراكم خبرات فيما يتعلق بحفر قناه السويس وايضا المرحله الثانيه التي وجدناها في العامين الماضيين واحققته من انجاز بالغ الاهميه في عام واحد، هو الذي اقنع القياده السعوديه على دوره الاستعانه بالخبره والعماله والحضور المصري في انشاء هذه القناه، باعتبار ان مصر بالفعل تكون سباقه في دول الاقليم التي استطاعت بالفعل ان يكون لديها مجرى ملاحي والاول في العالم من حيث الكثافة والحضور والاتساع وأيضا من حيث التنظيم والإدارة، وبالتالي ارتأت القيادة السعودية أن تكون التمويل سعودي إماراتي لكن التنفيذ وأيضا الإدارة مصرية في هذا المجرى الملاحي وهذه القناة التي سوف تلعب دورا كبيرا في إحداث نوع من النهضة السياحية أيضا للمملكة العربية السعودية. لا تنسي أن محمد بن سلمان قرر عندما أو قرر اللجوء إلى حفر هذه القناة هو أراد أن يجعل منها منطقة جذب سياحي واستثماري كبير ويستفيد منها على غرار ما أحدثه في مشروع نيوم الذي سوف يقام على حدود السعودية المصرية الأردنية، وسيكون لك بالفعل درجة كبيرة من الاستفادة في إحداث التحول المطلوب للسعودية في ضوء ما تشهده حاليا من عصرنا وأيضا إحداث نوع من المتغيرات بالغة الأهمية في المملكة العربية. طب أستاذ أشرف، باعتبار حضرتك متخصص وقارئ جيد للمشهد، هي قطر بقى هتعمل إيه أو تتوقع رد الفعل القطري يكون إيه؟ في كل الأحوال أعتقد في القمة التي سوف تعقد اليوم بين تميم وأيضا رئيس ترامب في البيت الأبيض ثم عقبها في نهاية الأسبوع القادم قمة أيضا بين ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد مع الرئيس ترامب، أعتقد أنك رغبة أمريكية في إحداث نوع من الحلحلة والضغط على قطر، خاصة وأن السيد ترامب ورئيس ترامب تخلص من كل أنصار قطر داخل البيت الأبيض بما فيهم مستشار الأمن القومي بما فيهم أيضا وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون الذي كان يمثل أو يوفر غطاء وحاضنة للقطريين طيلة الأشهر الماضية منذ اندلاع الأزمة في 5 يونيو من هذا العام الماضي مع الربعية العربية. أرى أن قطر في الأمر لا يوجد لديها غير خيار واحد وهو الانكفاء والقبول في نهاية الأمر بكل الاشتراطات ولائحة المطالب الربعية العربية، وأيضا حتى لو تم القبول سيتم تقليم أظافر قطر وحشرها في الزاوية بشكل كامل، ولم يعد لديها حضور فيما يتعلق لا بالمشهد العربي ولا بالمشهد الإقليمي باستثناء ولا في أي حاجة، يعني قطر فقدت كل الحاجات المنطقية المفروض تمتلكها. يعني سيكون زهران الحائط لان المواقف بالنسبه لقطر ايضا أسوأ وربما تدخل النفق المظلم خلال الاشهر القادمه، لان افضل صيغه توصل اليها الرباعيه العربيه وهي العمل دون نوع من الضجيج فيما يتعلق بعقاب قطر وحشرها في الزاويه وعدم الاهتمام بهذا الملف وجعله ملف سنوي لا يحتل مرتبه الاولويات على سلم اهتمامات الرباعيه العربيه من حيث الاحوال او الاوضاع السياسيه في المنطقه وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائيه بينهم، وبالتالي ستكون قطر هي الخاسر الاكبر في هذا الملف، والقادم بالنسبه لها سيكون أسوأ ناهيك عن مليارات الدولارات التي خسرتها واقتربت من 100 مليار دولار حتى الان
منذ الخامس من يونيو من العام الماضي. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، متخصص في الشأن العربي. أستاذ أشرف طبعا يعني حاضر في الملف بقوة، عنده معلومات كتير، ومع حضراتكم سمعنا تفاصيل كتيرة، لكن المشهد مشهد القطري البائس بدأ يتحول إلى صورة مضحكة. يعني قطر فعليا مش هيكون، لو يعني لو تم تنفيذ هذه القناة، وان شاء الله المملكة العربية السعودية تبدو جادة في هذا الموضوع، لو تم تنفيذها فعليا قطر هي المسمى الحقيقي للعزلة، هتتحول إلى جزيرة ملهاش أي مخرج ولا مدخل إلا البحر، أو إنها هتدخل من خلال الأراضي السعودية الاثنين كيلومتر أو تقريبا يعني المتاخمة ليها، وهي أبدت العداء بشدة، العداء بغباء مع الدول العربية ومع الرباعي العربي ومع مجمل الدول العربية. حتى الكويت اللي مدت يد العون لقطر برضو كان ردها سيء جدا، وكانت قابلت المعروف اللي صنع فيها بشكل سيء جدا. فقطر بتتحول إلى عزلة على الأرض أيضا، مش عزلة يعني مش عزلة دبلوماسية أو سياسية، عزلة واقعية على الأرض. قطر هتتحول إلى جزيرة، أين يذهب تميم بقطر وبالشعب القطري؟ وبعدين الأسوأ من كده، التاريخ كيف سيذكر تميم وكيف سيذكر الواقع القطري؟ الناس دي التاريخ هيقول عنهم إيه، والناس دي هيتكتب عنها إيه؟ وأتوقع أن المستقبل لا يحمل الخير للدولة القطرية في هذا الحال، وإذا استمرت على هذا المنوال. أروح مع حضراتكم لحاجة تانية، ومن أخبارنا البنك المركزي بيقول انخفاض معدل التضخم السنوي عشان يسجل 11.59% في مارس الماضي، ده اللي أعلنه البنك المركزي المصري عن تراجع معدل السنوي للتضخم الأساسي، وده وفقا لمؤشرات البنك المركزي في مارس مقارنة بفبراير. عندنا تقريبا من 11.59% في مارس، وكان في فبراير 11.88%. طيب نشوف تفاصيل اكتر، معانا المتخصص الاستاذ محسن عادل نائب رئيس البورصه المصريه. استاذ محسن اهلا بحضرتك، صباح الفل. صباح الخير يا فندم. استاذ محسن يعني خليني اخذ من حضرتك قراءتك لانخفاض معدل التضخم من 11.88 ل 11.59. شوف يا المسألة ببساطة شديدة كانت متوقعة منذ فترة لعدة أسباب. أولاً الموجة التضخمية اللي جت بعد ارتفاع سعر الدولار كان من الطبيعي إنها تنحصر على مستوى رقم. هنا إحنا بنتكلم على تراجعات مقارنة بالفترات السابقة من التضخم اللي كانت موجودة العام الماضي. لكن حقيقة الأمر إن لا زال حتى الآن الفترات السعرية اللي هي على المستوى الحقيقي أو على المستوى الشعبي أو على مستوى الأسعار اللي موجودة في الأسواق، لذلك حتى الآن لا يمكن القول بأنها بدأت تأخذ موجة تراجعية. لكن الارتفاعات المتتالية اللي كانت بتحصل في الأسعار خلال الفترات السابقة بدأت تتراجع. على مستوى الشهري إحنا ارتفعنا بمعدل 1% فقط خلال شهر مارس، قياسا ب 3.4% خلال شهر فبراير، طبيعية عشان الطبيعة الموسمية بالنسبة لي عدد كبير من المنتجات اللي إحنا كنا بنستهلكها داخل السوق المحلي. تمام. العنصر الثاني وده العنصر الأهم هو مسألة إن مواجهة التضخم خلال الفترة اللي جاية معتمد بشكل أساسي على التطبيق عليه اسم الأدوات الحقيقية أو أدوات النفط الحقيقي مش الأدوات الشخصية. إحنا استغلنا في البداية مسألة انخفاض السيولة التضخمية من خلال شهادة استثمار بفايدة 20% ورفعنا من معدلات الفايدة في البنك المركزي عشان نقدر نمتص مثل هذه السيولة. النهاردة إحنا بدأنا نتحرك في اتجاه ثاني خالص. بنتحرك النهاردة في اتجاه مرتبط بشكل رئيسي بزيادة حجم الإنتاجية، عشان كده الدولة بتتحرك النهاردة على مشروع 100,000 طوبة زراعية عشان تزود من إنتاج الخضروات والفواكه الموجودة في السوق، بتتحرك النهاردة على مشروعين كبار للزراعة السمكي، واحد في سكة الجليون في كفر الشيخ والثاني في شارع بورسعيد. فده يقلل شرائنا للمنتجات بالعملة الصعبة ويقلل استهلاكنا من الخارج ويوفر دخل داخلي ويوفر حاجات كتير تساهم في التحسن الاقتصادي والثبات الاقتصادي. ويزود حجم المعروض في السوق، فبالتالي يمتص أي زيادات سعرية ممكن تكون محتملة. بالإضافة لتطوير شبكة التوزيع اللي احنا شغالين فيها خلال الفترة الحالية، هذا التطوير هدفه الرئيسي إن أنا برفع من إمكانيات ومن القدرات اللي موجودة بشكل رئيسي بالعمليات اللي ممكن إنها تؤدي في النهاية إلى نوع من أنواع الزيادة السعرية الغير مبررة.
وهو ده اللي احنا بنستهدفه. عشان كده النهارده بقى في اكثر من مشروع الدوله بتدعمه عشان سياده شبكه التوزيع، مشروع جمعيتي من ناحيه، احياء مجمعات استهلاكيه، المنافس المتنقله، العربيات المبرده، كل دي هياكل بتتحرك على الارض عشان تزود من مساحه التوزيع بحيث ان يكون في شكل من اشكال توافر المنتجات باسعار مناسبه دون ما يكون في وسطاء بشكل كبير، بما يؤدي في النهايه الى رفع في الاسعار اللي كانت موجوده. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محسن عادل نائب رئيس البورصه المصريه. طبعا حضراتكم استاذ محسن يعني واحد من المتخصصين الجيدين في هذا الملف، وحضراتكم سمعتوا التحسن الاقتصادي والثبات، الثبات الاقتصادي بيصل الى تحسن اقتصادي من الثبات الى التحسن، وتلاقي نفسك في الاخر رايح لصوره تبدو مشرقه، ومع الوقت ومع استمراريه المشروعات تذهب الى النور اكثر واكثر. طيب احنا نشوف مع حضراتكم حواديت الفراعنة، ونشوف معاكم منورنا النهاردة في حواديت الفراعنة ومن تاريخنا العظيم من آلاف السنين جلالة الملك أوناس. الملك أوناس، الملك أوناس أو ونيس كان آخر ملوك الأسرة الخامسة، وكان أول ملك في الأسرة يخلو اسمه من كلمة رع، وعلى الرغم من ذلك فقد لقب بابن رع كأسلافه من الملوك، وهو أول ملك في مصر نقشت في حجرة دفنه نصوص أطلق عليها نصوص الأهرام أو متون الأهرام، وهي عبارة عن تعاويذ وصلوات وطقوس دينية مختلفة تم اختيارها بواسطة الكهنة، والهدف منها هو ضمان السعادة الأبدية في الحياة الثانية بعد الموت. وبلغ عدد تلك النصوص في هرم ونيس ما يقرب من 228 تعويذة. حكم الملك ونيس مصر ما يقرب من 33 عاما، أي من الفترة 2356 قبل الميلاد إلى 2323 قبل الميلاد. أما عن هرم الملك ونيس فكان يبلغ ارتفاعه حوالي 44 مترا، أصبح الآن 19 مترا فقط، وطول ضلع قاعدته المربعة حوالي 67 مترا. يتميز الطريق الصاعد في المجموعة الهرمية للملك ونيس بأن جدرانه منقوشة بمناظر مختلفة، منها ما يمثل حامل القرابين، ومنها ما يمثل أسطولا من السفن، وبعضها يمثل جماعة أنهكهم الجوع، ومنها ما يمثل الزراعة والحصاد. بموت الملك ونيس انتهت الأسرة الخامسة، وإن لم تترك لنا أهراما ضخمة مثل أهرام الأسرة الرابعة، إلا أنها تركت لنا ثروة لغوية تمثلت في نصوص الأهرام المنحوتة على قبر الملك ونيس، هذا بجانب مناظر الحياة اليومية الممثلة على جدران مقابر كبار رجال الدولة. ومن تاريخ عظيم إلى واقع عظيم نصنعه بأياد مصرية، ونكمل رسمة التاريخ ونكمل بناء الحضارة. شوف معاكم في عداد مصر النهاردة مشروعاتنا، وكل يوم معانا مشروع مختلف في عداد مصر. النهاردة معانا في صباح دريم عداد مصر التموين بتكلم عن صوامع جديدة استعدادا لموسم القمح خلال إبريل. ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين اتكلم وقال إنه بيتم دلوقتي تجهيز صوامع جديدة لتخزين محصول القمح السنة دي، وقال ان الوزارة بتعمل على زيادة الصوامع دي عشان نخزن كمان محصول القمح في العام المقبل. كمان اتكلم وقال ان الوزارة بتمتنع عن جمع وتخزين محصول القمح في اجولة بلاستيكية للحفاظ على الاقماح من التلف. كان عندنا مشكلة مع الحاجات البلاستيك اللي كان بيتحط فيها القمح، كانت بتسبب تلف في القمح، وكان بيبقى عندنا مشاكل كتير جدا. طبعا دلوقتي الحديث عن ان وزارة التموين بتمتنع عن استخدام
استخدام هذه المنتجات البلاستيكية. نقول لحضراتكم أن موسم توريد القمح من المقرر أنه ينطلق من منتصف شهر 4، وهيحدد مجلس الوزراء خلال الأيام اللي جاية سعر توريد القمح المحلي. ده مشروع مصري من المشروعات حضراتكم تقولوا هو استكمالية، احنا بنكمل حاجة، عندنا موسم لحصاد القمح، وعندنا بدء بقى ان انت تشتغل وتشغل المنظومة دي وتدور المكنة دي، محتاج تخدم عليها بمجموعة حاجات. بنتكلم عن صوامع جديدة وإضافية، طبعا الصوامع الجديدة والإضافية ما تخدمش بس السنة دي، تخدم السنة الجاية والسنوات اللي بعدها، وده توسع بيحصل لخدمة أي حاجة بتزيد عندك. كل ما هتزود المنتج أو كل ما هتزود الطاقة بتاعتك لازم تخدم عليها بمجموعة من الحاجات هتكون أزيد، لكن وانت بتعملها انت بتعمل المستقبل أيضا، هي مش حاجات وقتية، هي حاجات هتستفيد منها مستقبلا. ده كان مشروعنا النهاردة في عداد مصر، التموين بتتكلم عن صوامع جديدة استعدادا لموسم القمح خلال شهر إبريل. كل سنة وكل فلاحين مصر بخير، وكل سنة وكل المصريين بخير. خليني أروح مع حضراتكم بقى لشوارعنا والمركز المصري للقيادة الآمنة، وكل يوم بنظام المحاكاة مع حضراتكم. عندنا مشكلة بتقابلك وانت سايق على الطريق وحلها هيكون ايه النهاردة مع حضراتكم، هنشوف ازاي تسوق عربيتك. اول حاجة لازم اقف في اماكن الانتظار اللي محددها المرور، لان هو عامل خطط للكثافة السير في المكان ده، فعارف كثافة السير في المكان ده، مين يقف صفين، مين يقف بشكل مايل على الرصيف، مين يقف موازي للرصيف، بناء على الكثافة المرورية الموجودة. فأنا أول حاجة لازم ألتزم بتعليمات المرور. تعليمات المرور موجودة على لوحات الإرشادية موجودة في الطريق. طب أنا عاوز أركن عربيتي، أول حاجة عشان أركن عربيتي ما ينفعش أبدا أركن عربيتي على زاوية شارع أو ناصية شارع، لازم أكون عديت ناصية الشارع بحوالي 3 متر ونهاية عربيتي تكون في المكان ده، وبرضه في خروجي من شارع ما اركنش عربيه، اركن عربيتي في نهايه خروج من شارع، لان لو جه اتوبيس بيلف هيبوظ لي العربيه، لو جت عربيه نقل بتلف هتبوظ لي العربيه، فلازم اقف في مناطق الامان، ولازم في الاول وفي الاخر التزم بتعليمات المرور. وصحافة مصر جرايد نشوف مع حضراتكم أهم وآخر الأخبار ومنشطات الصحف. نروح معاكم نبدأ معاكم من جريدة، طبعا نشوف معاكم الأول الصحافة الدولية، وهنشوف كمان الصحافة العربية، نشوف معاكم كمان الصحافة المحلية. جريدة الدستور كلمت وقالت استبعاد 3 مليون في التنقية الثانية لبطاقات التموين، وإحنا بنتكلم عن إن هيحصل توزيع للدعم بشكل جيد في بطاقات التموين، فعندنا استبعاد ل 3 ملايين او 3 مليون تاني في التنقيه الثانيه لبطاقات التموين. كمان جريده الشروق اتكلمت وقالت في منشط مؤسس فيسبوك يعتذر عن اساءه استغلال بيانات المشاركين قبل مثوله امام الكونغرس. يعني حضراتكم على فيسبوك كلنا معلوماتنا وصورنا وكل الحاجات دي بيتم الاتجار فيها والاستفادة منها، وبيتم التلاعب بكل حاجة حضرتك بتحطها على فيسبوك. معلوماتنا متاحة للجميع، وكل حاجة عندنا متاحة للجميع، والحاجات اللي احنا في كل ابليكيشن بننزله عندنا على التليفون اي تطبيق بنقعد نقول موافق حضرتك بتوافق بقى على ايه؟ على نستخدم صورك ماشي، نستخدم نفتح المايك براحتنا ماشي، نفتح الكاميرا براحتنا ماشي، كل الحاجات دي لما حضرتك البنود دي اللي ما بتجيلك وحضرتك توافق عليها، فانت بتوافق على قائمة كده حتى ارقام تليفوناتك والاسماء، كل حاجة بتوافق على استخدامها من خلال موافقتك. ده في اقل ابليكيشن كده او تطبيق بيكون موجود عندك على التليفون حضرتك. بقى تطبيق فيسبوك ده بيزنس عالي جدا، شغل فيه فلوس كتيرة جدا، فحضرتك كل حاجة بتعدي عليها او بتضيفها او بتخليها متاحة عندك على التليفون فهي متاحة لفيسبوك. فيسبوك بيستثمرها في بيزنس وفي فلوس، وبيكون في شركات بتستفيد منها، ويكون في مؤسسات كبيرة وفي جهات أمنية وفي كل حاجة تتخيلها موجودة. طبعا مؤسس فيسبوك مارك بيعتذر عن إساءة استغلال بيانات المشتركين، وطبعا احنا يعني ادي اعتذار ملوش اي لازمة جنة. طب نشوف مع حضراتكم كمان بقى ايه الصحف الدولية، نشوف معاكم جريدة الاتحاد الاماراتية بتتكلم وبتقول انه
محمد بن زايد هنأ السيسي لنيله ثقة الشعب المصري في قيادة مصر لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والتنمية والإنجاز. وبتقول كمان محمد بن زايد والرئيس المصري يبحثان العلاقات الثنائية والتحديات في المنطقة. ده كان خبر معنا من الصحافة الدولية. نروح مع حضراتكم لمقال متخصص ودقيق جدا في جريدة الأهرام. المقال كتبه الدكتور عمرو عبد السميع بعنوان تطوير السكة الحديد. حضراتكم هتلاقوا المقال في صفحات الأهرام النهاردة وهتلاقوه على موقع الأهرام قدام حضراتكم اهو ممكن تشوفوه. المقال من المقالات اللي مش هي بعتبرها مقالات ضخمة أو كبيرة، لكن مقال متخصص ومقال ليه أبعاد كتيرة. أولا رايح بيكم لحتة فنية وراصد لك تاريخ وراصد لك واقع، وبيقول في بداية مقاله استهلالية كده: ربما لا يقدر البعض الأهمية الرمزية لتطوير السكة الحديد أو السكك الحديدية، فهي مثل نهر النيل تخترق المدن والقرى، وتطويرها يعني زيادة ربط الناس ببلدهم ومش مجرد رفع كفاءة وسيلة مواصلات. طبعا وبيروح مع حضرتكم بقى في إيه؟ تفاصيل كده خاصة ودقيقة جدا في التاريخ الخاص بالسكك الحديدية. رايح معانا كمان للفن وربطه بالسكك الحديدية، الإعلام وربطه بالسكك الحديدية. هتلاقي حضرتك ربط ظريف وغريب وجديد لما تقرأ المقال ده. المقال إجمالا بيتكلم عن تطوير الدولة لمنظومة السكة الحديد، ولازم يكون في تطوير لهذه المنظومة، وبيتكلم في أنها بتؤدي غرض رئيسي جدا غير أن أنت مجرد بتنقل بضائع أو غيره، بتؤدي هدف الترابط داخل أبناء البلد الواحد وتعزيز الانتماء، ورايح لأبعاد جديدة جدا علينا في مجرد أن احنا بنتعامل مع مشروع السكة الحديد أو مؤسسة سكك حديد مصر. حضراتكم لما تقروا المقال هتستفيدوا وتشوفوا نقط جديدة. ده كان مقالنا النهاردة اخترناه لحضراتكم للدكتور عمرو عبد السميع، تطوير السكة الحديد من جريدة الأهرام. خلينا نشوف مع حضراتكم مجموعة من الفوائد والأضرار بنرصدها مع حضراتكم يوميا لمنتجات موجودة في الأسواق المصرية وبيستخدمها المصريون كثيرا. فوائد الصبار للبشرة: يحتوي الصبار على فلافونيدات المضادة للالتهابات، وهي مثالية لعلاج أي عيوب أو البقع الكامنة تحت سطح البشرة. كما يمكنك استخدامه لتهدئة وتبريد حروق الشمس والتخفيف من أي إزعاج، وبيرطب البشرة ويكافح الشيخوخة. الصبار غني بالكثير من المواد المضادة للأكسدة اللي بتحمي الوجه من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة والأشعة فوق البنفسجية، حتى إنها بتعمل على مكافحة الشيخوخة والتجاعيد. لهذا يمكنك تدليك زيت الصبار على وجهك مرة في اليوم للتمتع بالعديد من الفوائد الأخرى. الصبار بيزيل البقع الداكنة والتجاعيد علشان بيحتوي على فيتامين A اللي بيساعد على ترميم بناء الجلد والحفاظ على مرونته، وبيعمل كمرطب للوجه لأنه بيحتوي على نسبة رطوبة عالية علشان المية بتشكل نسبة كبيرة من تركيبته، وعلشان كده بيكون مفيد لذوي البشرة الجافة على وجه الخصوص. وكمان بيستخدم كعلاج فعال لبعض الالتهابات أو لسعات الحشرات علشان بيحتوي على مواد فعالة مضادة للالتهابات من لدغات الحشرات، الحكة والإحمرار، الطفح الجلدي أو حتى الحساسية. أضرار الطحينة: الطحينة من أشهر مقبلات أو فواتح الشهية على الطعام، وبتحتوي على بعض الفوائد، ولكن هناك بعض الأضرار اللي بتحتوي عليها واللي ما يعرفهاش كتير مننا. ما بننصحش الاكثار منها للمرضى المصابين بدهون الكبد وكمان اصحاب مرض السكر، خاصه انها مشبعه بالدهون وتحتوي على سعرات حراريه بنسبه عاليه، وبينصحش بيها مرضى الكلى وبتعمل على زياده الوزن. وبالرغم من عدم وجود الكوليسترول فيها الا انها تحتوي على 195 جرام من الصوديوم اللي بيقدر ب 8% من الكميه اللي بيوصي بيها في الحلاوه الطحينيه، علشان كده لازم ناكل منها بحذر، ولازم ناخد في الاعتبار تجنبها لاصحاب الامراض التاليه: مريض القلب، مريض السمنة المفرطة، ومريض السكري. لفينا مع حضراتكم لفة وشوفنا كل حاجة موجودة في بلدنا ممكن نسلط الضوء عليها. خلينا نخرج مع حضراتكم فاصل ونرجع نكمل معاكم صباح دريم، أحلى صباح في مصر. حرب المئة عام كم عام؟ هم بيقولوا 100 عام، يبقى هي هتطلع كام يعني؟ 300 عام؟ 300 عام تقريبا. 50 25 عام.
100 عام. ما اكيد 100 عام يعني زي ما انت قلت. يا سلام سلم على مخك البلالان. 100 استمرت 100 عام هي سموها 100 عام عشان خاطر 100 عام. ايه هو عدد الدول اللي كانت مشاركه فيها؟ 21 8 21 20 14 دولة العالم كله. مش عارفة 27. لا ما اعرفش. راجل بلاش كلام بارد، خفوا شوية بلاش جشع. من فترة تقارب سنتين وشوية كان في طائرة روسية وتعرضت لتفجير لأسباب مختلفة مش مجالها دلوقتي، ومن هنا توقفت السياحة الروسية. السياحة الروسية هي بتمثل حوالي 30 أو 40% وربما تكون أكثر من ذلك من حجم السياحة الوافدة لمصر. وليه مهتمين بملف السياحة؟ لأنه بيوفر عملة صعبة وبيوفر نشاط اقتصادي للشركات والعاملين في نشاط السياحي في مصر، ونشاط السياحي في مصر عملاق على مدار سنوات، وفي بيوت وأبواب رزق كتيرة جدا مفتوحة منه. في فنادق كتيرة تعطلت وتعرضت للتوقف، وفي ناس كتير خسرت بسبب الملف السياحي والانحدار الذي حدث في الملف السياحي. بنتكلم دلوقتي عن إعادة تنشيط هذا الملف، والدولة بتتجه اتجاه قوي ومباشر وواضح في ملف السياحة. بنستعد لاستقبال السائحين من جميع أنحاء العالم. بنتكلم عن عودة السياحة الروسية، والسياحة الروسية بتشكل حجم كبير من حجم السياحة المصرية، وبالتالي نحن نتحدث عن اقتصاد ينمو من جديد بهذه السياحة الروسية القادمة. طيب، رجعت وبدأت من جديد خطوط الطيران الروسية العمل مباشرة وباتجاه مباشر إلى القاهرة، فبقى عندنا النهاردة أول رحلة بين مصر وموسكو أو بين القاهرة وموسكو قادمة، هتصل حوالي الساعة 12:30 تقريبا، وعلى متنها 120 سائح. طيب، عودة السياحة بالنسبة لنا الروسية مهمة في إيه؟ تنشيط السياحة الروسية حصل ازاي وهنستمر فيه ازاي، وغيرها من الملفات المتعلقة بالنشاط السياحي المصري. وبما حضراتكم ان النشاط السياحي مهم جدا بالنسبة لفئات كثيرة تعمل في هذا النشاط، ومهم جدا للناحية الاقتصادية. تفاصيل اكتر وابعاد اخرى متعلقة برؤية الدولة ورؤية العاملين في هذا المجال هيكون معنا النهاردة منورنا ضيوفنا اللي مشرفينا في الاستوديو، الاستاذ رؤوف حلمي المرشد السياحي والمتخصص في السياحة الروسية. صباح الفل يا استاذ رؤوف. صباح الخير. كمان سيادة النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار. صباح الفل سيادة النائب. صباح الخير. خليني أبدأ مع حضرتك يا أستاذ رؤوف، وخليني أخذ من حضرتك قراءة سريعة كده أولية لملف السياحة الروسية. أين كنا وأين نقف الآن؟ احنا نحمد ربنا جدا نقدر نقول دلوقتي يعني بداية الغيث قطرة. بداية الطيارة الروسية النهاردة اللي جاية من موسكو على الإيروفلوت، وإن شاء الله تبقى بداية لرجوع السياحة الروسية الفعلية، اللي أنا بعتبر رجوع السياحة بيبدأ برجوع الطيران العارض للغردقة وشرم. إحنا إن شاء الله مش هنستعجل، إحنا يعني إن شاء الله طالما بدأنا بالقاهرة والأمور الأمنية هتبقى أفضل، والجانب الروسي هيستريح من الناحية الأمنية، هنخش بعد كده ان شاء الله في الطيران العارض اللي بس اسمه طيار الشارتر، اللي هو بيجيب توتال باكس او بيجيب السياح بصوره فعليه للغردقه وشرم، لان الروس من عشاق الغردقه وشرم، من عشاق مصر من قديم الازل. فالحمد لله بدايه الطياره النهارده عليها 120 فرد، ويكون خير ويكون بدايه لرجوع السياحه ان شاء الله باذن الله تعالى. انا متاكد ان الطياره دي هيكون عليها روس جايين عشان رايحين الغردقه وشرم، مش جايين عليها روس للقاهره بس، لان اوريدي انا عايز اقول لحضرتك الروس ما انقطعوش. الناس فاكرين ان بعد الطياره ما وقعت بسبب مش عارفين بي ايه لحد دلوقتي ان الروس انقطعوا عن مصر، لا، في روس كانوا بيجوا مصر بس بيجوا عن طريق بيلاروس اللي هي روسيا البيضاء، وكان في روس بيجوا عن طريق ايطاليا، وكان في روس بيجي ترانزيت عن طريق تركيا. الروس ما انقطعوش عن مصر لان الروس من عشاق ومحبين مصر. أسعار الفنادق في مصر بتناسبهم جدا، المعاملة من المصريين بتناسبهم جدا، بيحبوا المصريين وبيحبوا مصر. عشان كده انت ممكن تلاقي، أنا لما كنت شغال في الإرشاد قبل وقوع الطيارة مع الروس، كنت ممكن أقابل سايح وبعد شهرين أقابل نفس السايح معاه زوجته ومعاه بنته ومرة تانية معاه أخته،
فالسائح بيجي مصر اكتر من مره، السائح الروس انه بيحب ده، ممكن يروح الهرم مره او مرتين انه بيحب ده. وفي صفه تانية في السائح الروسي، ان السائح الروسي بيحب الشراء، يعني هو سياحه شاطئيه، بيروح الفنادق وبسببهم وبسبب السياحه الروسيه اتبنت فنادق كتير جدا في الغردقه وعلى طول البحر الاحمر، واتبنت في شرم كتير. بس هو برضو من السياح اللي بيحب يشتري وبيحب يشوف وبيحب يتجول. احنا بنتمنى عودته، لان فعلا السياحه الروسيه بتمثل جزء كبير. احنا لما كنا في 2010 لما وصلت السياحه في مصر 14 مليون، كان السياحه الروسيه 2 مليون، يعني ما يقارب حوالي 35%. فطبعا بالنسبه لدوله ومعاها دول تانية كانت بتيجي، امريكان والمان واسبان ويابانيين، الروس كان بس 35%. فالسياحه الروسيه مهمه، مهمه جدا بالنسبه لمنظومه السياحه في مصر. فاحنا بنتمنى ان شاء الله عودتها على خير ان شاء الله. ان شاء الله. سياده النائب، خليني برضو استهل الحديث مع حضرتك عن وصلنا لعودة السياحة ولو بشكل مبدئي، أول طائرة النهاردة إن شاء الله توصل بالسلام. طيب وإحنا بنتكلم في ده، نتكلم بقى عن مجهود الدولة في عودة السياحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا بهني الدولة المصرية على المجهود اللي بيتعمل دلوقتي علشان تحقق حالة من الاستقرار النفسي والأمني للسائح الروسي بالذات، وهو السائح المستهدف في مصر. واستكمالا لكلام الأستاذ رؤوف، في آخر دراسة عملت على الدول اللي بيبقى عليها إقبال في السياحة خاصة من السياحة الروس، كانت آخر دراسة قالت إن في الشتاء في 4 دول منهم الهند وفيتنام على ما أتذكر، وفي الصيف في اليونان وقبرص ودول أخرى. الدراسة دي أكدت إن أسعار الفنادق في مصر أقل بحوالي 1.7% عن هذه الدول، بالإضافة للنواحي الجمالية والسياحية الرائعة والجميلة في مصر، وده اللي بيخلي السائح الروسي يقبل على مصر. السياحة الروسية مهمة جدا لمصر، بتدخل عملة صعبة كتير. للأسف أنا من وجهة نظري إن احنا لم نحسن استخدام هذه الفرصة خلال السنوات الماضية. لازم يكون في مجهود أكبر، لازم هيئة تنشيط السياحة تشتغل بشكل أفضل على إن هي تروج لمصر سياحين بالشكل المناسب. لأن يعني السياحة الروسية الفترة اللي فاتت الروس راحوا فين؟ راحوا تركيا. خلال العام الماضي وصل حوالي 2 مليون سائح روسي ذهبوا تركيا. وبعدين عرفنا أن الداخلية الروسية أصدرت حظر لسفر السياح الروس لتركيا بعد سقوط طائرة حربية على حدود سوريا. اللي أنا عايز أقوله من كل الكلام ده إن مصر آمنة. في دراسة أعدتها وكالة بلومبرج الأمريكية صنفت مصر ضمن 20 دولة من أفضل 20 دولة كمقصد سياحي. المفروض إن مصر تستغل بقى الكلام ده، لازم نستغل الكلام ده، لازم نفتح أسواق أخرى وما نعتمدش على السياحة الروسية بس. ده دور هيئة تنشيط السياحة، هي الدكتورة رانيا المشاط، أنا بحييها، هي وزيرة نشطة. في الأيام الأخيرة النهاردة امبارح أول بدأت تضخ دماء جديدة من قيادات لتغيير الوجوه بقى وتغيير العقول والفكر داخل وزارة السياحة. من قيادات لازم نغير الفكر، لازم يبقى فيه دماء جديدة، لازم نعتمد بقى على فكر الشباب، الفكر المتجدد، علشان ننطلق. الفكر القديم ده هو اللي أخرنا وهو اللي وقفنا كتير. احنا متوقفين دلوقتي لينا حوالي 8 سنين السياحة واقفة، ملايين من الشباب بتشتغل في هذا القطاع مفيش، يعني دول كانوا فاتحين بيوت، كانوا بيصرفوا، عندهم أولاد في مدارس، عندهم احتياجات، كل ده متوقف. فنادق سياحية متوقفة، رجال أعمال انهاروا وبدأوا يبيعوا الفنادق بتاعتهم واستثماراتهم وشركاتهم وبدأوا يخرجوا بره مصر. لازم بقى نرجع ونفوق من اللي احنا كنا فيه، نشوف مصر كانت فين وبقت فين. مصر دلوقتي من أفضل دول العالم، احنا عندنا ثروات طبيعية، عندنا سياحة، عندنا السياحة مش سياحة شاطئية بس، لازم نشتغل بقى ونفكر. عندنا سياحة علاجية، خلينا نفكر في أماكن جديدة نوري السياح مصر فيها إيه من جمال. الوادي الجديد فيها 139 موقع أثري وسياحي محدش يعرف عنهم حاجة. لو سألت رئيس هيئة تنشيط السياحة أنت عندك مواقع أثرية إيه في الوادي الجديد، مش هيعرف عنهم حاجة. أماكن سياحية وأثرية في الوادي الجديد، الصحراء البيضاء في الفرافرة، أماكن أثرية في مدينة بلاط ومدينة القصر. لا، طبيعة جميلة
لو رحت الوادي الجديد وزرتيها مش هتقول ان انت في مصر. في ناس بتنزل تزور الوادي الجديد من داخل مصر وبيستغربوا ازاي الاماكن الجميلة دي والطبيعة الجميلة دي موجودة داخل مصر. عندنا ابار مياه بتعالج مياه اللي هي السياحة الاستشفائية. كل الكلام ده مش على خريطة هيئة تنشيط السياحة. لابد ان الدولة تعود وبقوة وتبحث عن اسواق جديدة زي اليابان والصين. ليه ما نجذبش سياح من دول كبيرة زي دي زي اليابان والصين؟ ليه ما نفكرش؟ مصر فتحت علاقات سياسية وخطوط اقتصادية مع الصين ومع قوة جديدة يعني. بالضبط. لا احنا لازم يكون في منظومة جديدة. لازم نشتغل. لازم نحط كده على الترابيزة كل امكانيات الدولة المصرية اللي عندنا الغير مستغلة. السياحة في مصر مش شرم والغردقة بس. مصر فيها أماكن سياحية جميلة. أنا ما بقللش من قيمة شرم والغردقة. هي حاجة جميلة ورائعة. لكن لابد للسائح أنه يشوف كل جديد ويشوف الطبيعة الجميلة اللي موجودة في مصر واللي إحنا كمصريين ومسؤولين ما بنعرفش السائح المصري بيها. لازم نشتغل وبقوة. أنا بناشد هيئة تنشيط السياحة ووزيرة السياحة أنهم ينزلوا ويشوفوا ويكتشفوا الطبيعة والأماكن الأثرية الجميلة في الوادي الجديد. الوادي الجديد لو اكتشفت هتبقى من أفضل وأكبر المقاصد السياحية على مستوى العالم. تمام. أستاذ تامر من كلام أستاذ رؤوف من كلام سيادة النائب تامر عبد القادر، عايزة أخذ من حضرتك باعتبارك متخصص عملت لسنوات في ملف السياحة الروسية، احتكيت بالسائح الروسي بشكل كبير، عندك رؤية كاملة السائح ده متطلباته إيه وبيحب إيه وما بيحبش إيه. لو حبينا نكمل من كلام حضرتك على عودة السياحة الروسية، إيه الجديد اللي ممكن نعمله أو إيه الخطوات اللي ممكن نتبعها في الوقت ده؟ وأنا تقريبا الحمد لله أنا مرشد سياحي من سنة 95 معايا لايسنس يعني ترخيص سياحي. وقبل ما كنت مرشد سياحي كنت مندوب لمدة 3 سنين. فالحمد لله يعني تقريبا عمري كله شغال مع السياحة الروسية. السياح الروسي من صفاته انه من السياحين اللي بيعملوش مشاكل، اللي هو بيبقى مرضي دايما ساتسفاي دايما، ما بيحبش يشتكي. بالمقارنة بنوعيات سياح كتير يعني، بمقارنة بسايح مثلا ألماني، بمقارنة سايح ياباني، عايز كل حاجة بالظبط. عايز السايح الروسي ممكن يتغاضى عن حاجات كتير. مرن مرن جدا، في فليكسبل جدا يعني، زي ما بقول كده الدنيا ماشية معاه. وزي ما بقول لحضرتك ان هو بيقرر زيارته، ده أكبر دليل ان هو مهتمش بسلبيات قابلها. انا نفسي يعني، انا بصراحه يعني انا لما كنت بشتغل مع السياح الروس في الفتره اللي كنا شغالين فيها كان المعامله ليهم غير المعامله مع الجنسيات الثانيه، ما بيبقاش فيه اهتمام قوي. انا عايز احنا 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 زي ما بيقولوا دلوقتي يعني ايه، يعني ما بتعرفش قيمه الحاجه لما تروح منك. فاحنا راحت مننا السياحه الروسيه لمده 3 سنين، احنا عرفنا قيمتها بقى دلوقتي، عرفنا قيمتها من الفنادق اللي قفلت، من كمية الفنادق اللي كانت ممكن تقفل بعد كده. فيا ريت نحافظ عليهم ويا ريت نعملهم كويس. احنا بدأنا لو بنتكلم عن المناطق الأثرية، انا شايف ان المناطق الأثرية دلوقتي بقت الدنيا بدأت يعني يتحكموا اكتر في منطقة الهرم ومنطقة ابو الهول. بدأوا يتحكموا في البيعين، بدأوا يتحكموا، الموضوع بقى احسن بكتير، بقى احسن. دي من ضمن الحاجات اللي بيقابلها السائح بصفة عامة وخصوصا السائح الروسي. فان شاء الله باذن الله تعالى احنا نستفيد من الاخطاء. يعني في مثل روسي بيقول ان اشيبكه وتشاتسا، يعني من الاخطاء نتعلم، هما دايما بيقولوا لنا. فان شاء الله من الاخطاء اللي كان بيقابلها السياح الروسي هنتعلم، وان شاء الله هنعوضه وتبقى الدنيا هتبقى احسن بكتير الفتره الجايه ان شاء الله. ايروفلوت شركه الطيران الروسيه الرسميه باعت حوالي 4000 تيكت لحد دلوقتي، دي اخر الاخبار اللي موجوده. الاسعار ايه الخاصة بمصر طيران لموسكو ومن ايروفلوت لهنا؟ والله انا الاسعار مش مدركها قوي، بس انا اللي اعرفه عشان السائح ينزل، السائح الروسي ينزل القاهره وبعد كده يعمل الغردقه او شرم، هيبقى الكوست عليه غالي جدا، هتبقى غاليه جدا. فممكن يجي سائح، ممكن يجي سائح، بس هيبقى السائح اللي قادر يجي، مش هيبقى فيه توتال باكج ساري شويه يعني. اللي ساري شويه مش هيبقى فيه كتير، هيبقى العدد قليل، اللي هو احنا بنسميه انديفيدوال، مش هيبقى جروب. فهتبقى الكوست هيبقى غالي عليه، لان هو مقصده مصر ليه؟ لان الطبيعه هنا جميله جدا زي ما تامر بيه قال، والمقارنه بدول تانية اسعار مش غاليه. زائد بيقابل
معامله بالمقارنه بالدول الثانيه معامله كويسه جدا، وشعب مضياف وشعب ضحوك بالمقارنه بالدول الثانيه. بيروح بيقارنها مثلا بتركيا باللي بيشوفه في تركيا، بالمقارنه بتايلاند اللي بعيده، بالمقارنه باسبانيا، بالمقارنه بالهند، بالمقارنه بفيتنام. فهو بيلاقي هنا في مصر السعر قال والمعامله بالمقارنه بالدول دي افضل بكتير. سيادة النائب، استكمالا لملف الطيران باعتباره الوسيلة المتاحة لنقل السائح إلى مصر، المفروض شركة الطيران مصر للطيران أو الشركات العاملة على الخط ده المفروض يكون دورها إيه، والدولة تعمل إيه في النقطة دي؟ في النقطة دي تحديدا خليني أنقلك مخاوف عدد كبير من أصحاب شركات السياحة واللي رفعتها للمسؤولين في الدولة المصرية في النقطة دي تحديدا، وبالذات لما تقرر عودة السياحة الروسية لمصر، وكانت شركة مصر للطيران الشركة الوطنية هي الوحيدة اللي وقعت البروتوكول عشان تلتزم بموضوع الطيران. التخوف الوحيد اللي نقلته أصحاب الشركات وركزوا عليه جدا هو توحيد التسعيرة أو السعر. اختلاف السعر يعني في مصر للطيران او ارتفاع السعر ده بيضر بالسياحه، وعشان كده اصحاب الشركات اكدوا على وزاره السياحه وعلى الدوله المصريه ان يكون في اتفاق مع شركه مصر للطيران من خلال الوزير الناشط شريف فتحي وزير الطيران بان يكون السعر موحد وثابت، تثبيت السعر علشان يشجع السائح الروسي وما يكونش مغالى فيه عشان يشجعه، علشان يكون في حركه اكتر خلال الايام اللي جايه. والمفروض وفقا ل الاتفاق اللي تم هيبقى فيه من 5 ل6 رحلات اسبوعيا هيجوا من روسيا للقاهره. في يعني وزاره الداخليه بالتنسيق مع عدد من الجهات وضعت خطط امنيه محكمه لنقل السائحين من القاهره الى شرم والغردقه لو هيتحركوا بري. في عدد من الصحفيين الروس نزلوا وزاروا القاهره وزاروا شرم وزاروا الغردقه وشافوا قد ايه مصر مهتمة، قد إيه الدولة المصرية وضعت خطط محكمة لتأمين السياح والحفاظ عليهم. مصر أبدا لن تتخلى عن هذا الملف. مصر دائما دولة كبيرة، وإن كانت هناك يعني موقف ولا مواقف حصلت هي كلها من قوى الشر التي لا تريد الخير للدولة المصرية وتريد ان هي تعكر صفو العلاقات بين مصر وبين الدول الصديقة. بالرغم من ان الانقطاع يعني حظر السياحة الروسية، الا ان الفترة اللي فاتت حوالي 50,000 سائح روسي زاروا مصر. فيه يعني في عدد كبير جدا من الروس مقيمين تقريبا في الغردقة. لما يبقى في حظر ويجي 50,000 سائح روسي ده يدل على عشق السائح الروسي لمصر ولجمال مصر. ورغم عشان كده بالظبط يعني عشان كده يعني انا بطالب بجد ان احنا نستغل هذه الفرصه. لازم نعرف السائح اكتر واكتر بالاماكن الطبيعيه والجماليه الموجوده في مصر. لازم نحافظ على النعمه اللي ربنا اداها لنا. السياحه دي نعمه ربنا اداها لنا، لانها بترفع من الاقتصاد المصري، بتفتح بيوت ملايين من الشباب، بتعيد الاستقرار لسوق السياحه ولرجال الاعمال، وتشغل الفنادق مره اخرى اللي اتقفلت وشركات السياحه وغيره وغيره وغيره. ده بيعود بالنفع على كتير من النواحي في الدوله المصريه. يعني في توقعات ان شاء الله باذن الله ان يكون خلال هذا العام 2018 يصل حجم الاقبال من السياحه الروسيه 12.5 مليون سائح روسي. نتمنى ان فعلا هيئة تنشيط السياحة والدولة تشتغل بكل قوة انها تحافظ على هذه السياحة الوافدة وتنشطها اكتر واكتر ان شاء الله. ان شاء الله. اضيف حاجة بسيطة لتامر بيه. انا يعني احنا نحسب للجانب الروسي والسياحة الروسية ان في ظل حادثة الارهاب اللي كان سنة 98 على ما اعتقد عند معبد حتشبسوت، طبعا كلنا مش ناسيينها، لما الرئيس السابق حسني مبارك راح الاقصر ساعتها، انا في الوقت دوت كل دول العالم بلا استثناء حذرت رعاياها مش سياحها كمان ينزلوا مصر. الدوله الوحيده اللي بعتت سياح هي روسيا. مش ما عملتش كده بس، ده الدوله الوحيده اللي كثفت البيع وزودت البيع ونزلت الاسعار هي روسيا. في الوقت دوت انا افتكر كويس جدا احنا كنا مرشدين روسي، كان المرشدين اللي هم اللغات الثانيه الماني او كانوا بداوا يتعلموا روسي، لان ما كانش فيه
في الـ في الـ السائح الروسي بيضرب، ما كانش فيها السائح الروسي في مصر. فدولة بتقف معاكي بالطريقة ديت، انت السياحة بتاعتي خلاص كل دول العالم حذرت، لان كانت كان حادث مؤسف بصراحة يعني. كل دول العالم حذرت رعاياها ييجوا، ما حدش ينزل مصر، دولة غير امنة. وتلاقي الروس بيعملوا العكس، لا انتوا روحوا وزودوا، وبقت السياحة الروسية كانت هي الوحيدة اللي موجودة. فحاجة تحسب للجانب الروسي، من الناس يعني روسيا طول عمرها من الدول اللي بتقف مع مصر في كل المجالات. انا ما نقدرش ننكر كده، اذا كان في مجال السياحه، اذا كان في مجال الاقتصاد، اذا كان من الدول اللي كانت في المعاملات الاقتصاديه، كانت من الدول السباقه اللي كانت بتتعامل مع مصر بنظام المقايضه، انتوا تاخدوا مش عارف تاخدوا ايه، وانتوا تجيبوا لنا بصل، تجيبوا لنا طماطم، هي علاقات تاريخيه. الفنادق، طيب استاذ رؤوف، الفنادق برضو استفيد بوجود حضرتك، الفنادق المفروض تعمل ايه بقى في الفتره دي واحنا بنرجع السياحه وبنفتح خطوط جديده؟ شفنا شركات الطيران والمفروض انها يكون في اسعار مخفضه والكلام ده، طب الفنادق بقى؟ والله الفنادق كانت قايمه بدورها في طول ما كان في سياحه روسي، وهي بس انا عايز يبقى التعامل مع السائح الروسي شأنه زي التعامل مع السائح الثاني، لا نقلل منه، السائح الروسي لا نقلل منه، السائح الروسي نازل ودافع وبيدفع، فأنا بيقولوا ما بيصرفش كتير أصلا. لا لا لا، أنا مرشد سياحي روسي، أنا بقول لحضرتك من السياح اللي بيحبوا الشراء هم الروس، بيشتري في كل حتة، لا الكلام ممكن يكون هو في صفات تانية أقول لحضرتك، بس السائح الروسي ليه منتاليتي في ايه؟ ليه يعني دماغه في ايه؟ هو نزل شوية مثلا؟ لا، هو نزل مصر اشترى رحله بالمبلغ ده، ما تجيش تكلمه بقى تقول له لا في حاجات هتدفعها عشان كذا وكذا، لا انت من البدايه، وهي ده الخطا اللي بيعملوه الشركات اللي في روسيا والشركات اللي في مصر، يا ريت التنسيق معاه، هو ما عندوش منتاليتي انه يدفع مفاجآت يعني، يدفع تبس، يدفع الحاجات دي ما عندوش، يعني هو انا بيقول انا اشتريت مصر مثلا بالمبلغ ده، ليه بتاخد مني فوق ده فوق ده فوق ده؟ لا ما انت خدت مني فلوس اوريدي. فهي لو بالتنسيق مع الشركات المصريه والشركات الروسيه، ده اللي انا بطالب بيه، لا اعملوا حسابكم ان يسيب المجموعه، تسيب في الاوتيل مثلا في اخر المده بتاعتها كذا، يعمل كده. هو ده عشان كده بيلاقي المعامله الى حد ما غير المعامله، عشان ما عنده في المينتاليتي بتاعه ما عندوش ده، اسيبه ليه؟ مش مندافع كده بس. يعني السائح الروسي ثقافته مختلفه في التعامل عن الثقافه المصريه، طبعا الشركات من كلام استاذ رؤوف بتقع هناك في الخطا ده، وهنا برضو بيستكمل الخطا بانه ما يكونش فيه وضوح في الاسعار، في التكلفه، في الحاجات دي، فلما بيجي بيتفاجئ، فطبعا ده بالنسبه للروسي او لغير الروسي كمان المفروض ما يحصلش. هي بتبقى الروسي بتبقى واضحه، او انما السائح الثاني بيبقى عنده ده بي ممكن يدفع يتقبل يعني. يتقبل ده الروس ما بيتقبلوش يعني، انا قول لي من الاول هتدفع كذا وهتدفع كذا، انا مستعد، انما ما تفاجئنيش كده، انما هو سايح معلومه ان السايح الروسي ما بيشتريش، ده كلام مش مظبوط، ودليل على كده ان البازارات اللي في الهرم والبازارات اللي في نادي السمان ما يهمهاش الا السايح الروسي، لان ما بيشتريش الا السايح الروسي، وممكن يشتري مره ومرتين وبيشتري ببزغ. السياحه الروسيه مرت بكذا مرحله، انا في بدايه شغلي في بدايه السياحه انا تسمحي لي ولا سريعا يعني كان في السائح الروسي كان بينزل حاجه اسمها شوب تور، ينزل يجيب حاجات معاه يبيعها عشان يقدر يكمل اليوم الاسبوع بتاعه ولا 10 ايام بتاعه، وبعد كده جت السياحه بقى بتاعه المافيا، ان تلاقي واحد سائح بياخد اوتيل كله على حسابه، وبعد كده بدات سياحه الجروبات. فلا السياحه الروسيه سياحه كويسه وبيصرفوا. سيادة النائب، ختاما لو في حضرتك تكلمت طبعا على الشق الخاص بوزارة السياحة، كلام طيب ونتمنى انه ان شاء الله يطبق بإذن الله، لو اتكلمنا على برضو الشق الخاص بالفنادق بقى من وجهة نظر الدولة، المفروض الدولة تقدم ايه او تعمل ايه برضو في التعامل مع السائح، في الحاجات الاخرى اللي بتخدم على السائح من اول ما بيوصل لحد ما بيمشي؟ يعني على وزارة السياحة انها تقعد مع اصحاب الفنادق وتساعدهم في وضع الـ 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 الخطط والتيسيرات اللي تساعد السائح على استقباله، ولازم كويس جدا ان احنا نكون دارسين عقلية كل سائح،
كل دولة على حدة، زي ما قال أستاذنا الفاضل أن السائح الروسي ليه عقلية تختلف عن السائح الياباني، عن واخد بال حضرتك. لازم ندرس عقلية كل سائح ونتعامل معاه، لازم ندرب فريق العمل اللي موجود داخل كل فندق إزاي يتعامل مع السائح الروسي وغيره من السياح، إيه اللي بيحبه علشان نعمله له. في النهاية السياحة هي سلعة إحنا بنروج لها في مصر، فطبيعي عشان نروج لسلعة لازم نكون شطار جدا إن إحنا ندرس بالبلد يعني دماغ الزبون علشان السلعة تعجبه وتبقى مفيدة بالنسبة له. يعني بالإضافة إن مصر دلوقتي أصبحت من أكبر دول العالم على إيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد ما أعلنت روسيا في الوقت اللي أعلنت فيه روسيا عودة السياحة مع مصر 40 نائب في مجلس اللوردات البريطاني كان بيضغط علشان رفع الحظر للسياحة المصرية من بريطانيا. دي إن كانت هذه الأمور لها دلالة فهي تدل على حجم الدولة المصرية وقوة وجمال وطبيعة الأماكن السياحية اللي موجودة في مصر، وقد إيه الأماكن السياحية في مصر في عيون السائح الأجنبي مهمة وبيشوفوها إزاي، وقد إيه هم في اشتياق وعشق لعودة السياحة مصر تاني، إن هم ييجوا يزوروا مصر تاني ويعني يتمتعوا بالجمال والطبيعة في مصر مرة أخرى. أنا طبعا بضم صوتي لصوت حضراتكم، في النهاية كلنا مواطنين مصريين ويهمنا مصلحة مصر، وفي النهاية السياحة واقع مصدر دخل كبير جدا، عملة متاحة، رواج اقتصادي، ناس بتشتري من عندك، شركات طيران بتشتغل، خطوط نقل بتشتغل بقى، أتوبيسات وغيره، من أول اللي بيعمل غطس في شرم الشيخ لحد اللي بيبيع في البازارات في الأهرام أو في أهرامات أو في أي مكان، كل الناس دي بتستفيد، مش بس العامل المباشر في النشاط السياحي اللي في فندق أو شركة أو غيره، لا، في ناس كتير قوي بتستفيد من المجال ده وحياتها بتكون أفضل من المجال ده. أتصور إن شاء الله خطى الدولة تكون ثابتة في الملف ده ونروح فيه للأفضل. أنا بشكركم شكرا جزيلا ونورتوني، الأستاذ رؤوف حلمي مرشد سياحي ومتخصص في السياحة الروسية، شكرا جزيلا لحضرتك. صباح الفل على حضرتك. كمان سيادة النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار، نورتنا يا سيادة النائب، شكرا لحضرتك. وبكده انتهت هذه الفقرة مع حضراتكم، ان شاء الله اللي جاي كله خير بإذن الله، وأول رحلة النهاردة جاية من موسكو لمصر ان شاء الله توصل بالسلامة، وبإذن الله تفتح الخطوط المباشرة إلى شرم الشيخ وإلى الغردقة والأماكن المختلفة في بلدنا الحلوة قريبا بإذن الله مع السياحة الروسية. والسياحة ان شاء الله ملف بتخطو فيه الدولة خطوات أولية، لكن ان شاء الله تكون ثابتة وقوية. بشكر حضراتكم، بعد الفاصل نتقابل حضراتكم في صباح دريم، أحلى صباح في مصر. هل يجوز طلب الطلاق من الزوج الخائن؟ أولا لابد أن نعلم ما هي الخيانة، هل الخيانة المقصود بها الزنا؟ فإذا كان المقصود بها الزنا فلا يجوز للإنسان أن يقدم على وصف إنسان بكونه زنا أو أن يتهم إنسانا بالزنا إلا بالأدلة، إما بالإقرار على نفسه أو بالشهود، والشهود أربعة ولابد أن يكونوا عدول ولهم شرائط مبثوثة في كتب الفقه. فما ينفعش الإنسان يتهم إنسان يقول والله واحدة تقول ده زوجي خائن، لا، أنت حتى لو شفته لوحده يعني هي التي رأته، فلا يجوز أن تتهمه بالزنا، ولا يجوز أن تصفه بالزنا مثلا عن السماع، يعني واحدة بتقول والله أنا سمعت أن زوجي ماشي مع فلانة أو ما إلى ذلك. فلابد أن نحدد معنى الخيانة أولا، فإذا كان المعنى هو الزنا فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتهمه بالزنا إلا بالشرائط التي حددها الشرع الشريف. طيب لو هو اعترف وقال أنا والله يعني قمت بالزنا، يبقى هنا لابد أن تنصحه ولابد أن يعني تبين له حرمة هذا الفعل، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كما قال ربنا تبارك وتعالى، لكن إن استمر فتطلب منه الطلاق، فإن أبى فأمرها إلى القاضي، ترفع أمرها إلى الإيه؟ إلى القاضي، وهو الذي يتصرف في هذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلم. طبعا بالنسبة للزوج الخائن أو الزوجة الخائنة
كلتا الحالتين الاثنين زي بعض، يعني لو الزوج خان مراته ومراته اثبتت عليه باي طريقه من طرق الاثبات هتطلقه. نفس الوضع او المحكمه تحكم لها بالطلاق، نفس الوضع بالنسبه للزوج، ما يسر على الزوج يسر على الزوج. في المحلات وحضراتكم بتشتروا الحاجات هتلاقوا الملابس متلبسة على المانيكان، أشكال مختلفة بقى من المانيكان دي، وبتكون قوالب مختلفة وألوان مختلفة، تفاصيل كتيرة في الصنعة دي. طب عمرنا في ناس كتير جدا ما بتسألش نفسها الحاجة دي بتتعمل ازاي، بتتباع بكام، بتتعمل اصلا من ايه، ايه المواد المكونة ليها، حدوتة كده وصنعة برضو المصريين داخلين فيها وعندنا صناعية شاطرين فيها. النهاردة نعرف مع حضراتكم حكاية مصنع معمول من زمان او ورشة كبيرة خاصة بتصنيع المانيكان والموديل والحاجات دي، هنشوفها النهاردة مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الحاج احمد العمدة صاحب مصنع لصناعة المانيكان. صباح الفل يا حاجة منورة. صباح. أهلا بحضرتك، وخليني أسمع منك الحكاية. قلت لي بدأت من 20 سنة. آه تقريبا. كنت صنايعي فيها ولا تعلمتها من حد؟ لا والله هي مش كنت صنايعي، وأنا كنت بوزع المنتج ده. آه. بجيبه يعني بجيب مستورد ووزعه، وباخد برضو مصري ووزعه. كنت بتستوردوه منين؟ وقتها كان بيجي من ايطاليا ومن الصين برضو. تمام كده يعني. وكان في هنا ممكن ورشتين او ثلاثه في مصر. تمام. بيصنعوا برضو. بعد كده بقى قلت اتجه للتصنيع يعني. فاتجهت للتصنيع، بدات بقالب واحد في البدايه واشتغلنا عليه. القالب واحد اللي هو جبته قطعة واحدة وبدأتوا تصنعوا زيها بالظبط؟ قطعة مستوردة وعملنا عليها القالب وبدأنا نصنع ونبيع. بعد كده بقى بدأ تجيب حاجة ورا حاجة بقى. لما تفكرت تصنع بقى يا حاج المكن بقى والحاجة دي بدأت مفيش مكن؟ ملهاش مكن؟ كله يدوي. كلها صنعة يدوية؟ كلها يدوية. كان معاك صنايعية تاني شاطرين فيها وانت اتعلمت الصنعة بقى وكده؟ كان معايا صنايعي في البداية، هو اللي علم الكل بقى. وعلمك ولا كنت انت اتعلمتها؟ لا هو علمني برضه. بس انت حطيت راس المال بقى. راس المال. بدات بقد ايه فاكر يا حاج؟ كان المبلغ قد ايه؟ تقريبا كان بحدود 3 4000 جنيه بالكتير قوي. وبعد كده عملتوا ايه بقى؟ بقيتوا كام واحد دلوقتي؟ بقينا نطور بقى يعني، بدل ما كان منتج واحد دلوقتي ممكن 20 30 منتج، مثلا اطفال وحريمي ورجالي قوالب كذا اشكال يعني. اشكال مختلفه. والقالب برضو لسه بتشتروه من بره؟ لا القالب بنصنعه هنا. لا اللي بتطبق عليه بقى المنتج نفسه. بتجيبه من بره؟ بيجي من بره. بتشتروه قطعه واحده من بره ولا في ناس بتستورده من بره؟ هو بيبقى مستورد. هو بيبقى جاي مستورد. وبعدين بتاخدوه انتوا وتنفذوا عليه وتصمموا عليه؟ واحنا بننفذ عليه. دلوقتي بتعمل كام قالب تقريبا يا حاج؟ لا دلوقتي كتير. لا كم موديل عندك؟ يعني دلوقتي عدي ل 20 30 موديل دلوقتي. اشكال مختلفة بقى. بتوزع جوه مصر ولا بتصدر يا حاج؟ والله جوه مصر، كنا في البداية جوه مصر، وبعدين في ناس بتيجي من بره دول عربية يعني زي السودان وليبيا. وديت السعودية برضه قبل كده. بياخدوا برضه. وبتبيع جوه مصر لسه هنا؟ جوه مصر من اسكندرية لأسوان. في ورش كتيرة أو مصانع كتيرة شغالة في الموضوع ده؟ انتشرت عندنا جامد. لكن وقت ما بدأت كانت لسه قليلة. لا كانت قليلة، ما كانش في ناس كتيرة شغالة فيها. الناس اللي بتبدأ دلوقتي قلت لي ما بتحتاجش مكن، هي كل الناس اللي شغالة ما مش معاها مكن، هي الصنعة أصلا بتتعامل يدوي؟ يدوي. كلها يدوي. قوالبها يدوي وكل حاجة فيها يدوي. يدوي. حتى بره يدوي مش مكن. يعني هي ملهاش مكن أصلا؟ لا لا. وشغلانتها متعبة يا حاج؟ بتاخد وقت منكم في التصنيع؟ هي صعبة. بتعملوها ازاي بقى لو قلت لي الخطوات بتاعت ان انت توصل في الاخر؟ هي الخطوات لقالب. البدايه طبعا تصنيع القالب، واخد بال حضرتك، بتصنع القالب، وبعد ما بتصنع القالب بنبدا نصب في القالب ده. نصب بنطلع الشكل اللي هو المطلوب. بعد كده بيبدا يتفنش بقى، بيبدا يتفنش. تشال الزيادات والرايش اللي فيه والحاجات دي، وبعد كده تبدا مرحله الدهانات ويبقى معد للبيع. بيطلب منك الوان مختلفه بقى
ايه اهم الالوان اللي بيطلبها منك بقى الزبون المصري؟ عامه الابيض. الابيض هو ظهرت الحاجات اللي هي بتبقى اسود بقى كده والوانات مختلفة. في اسود وفي ذهبي وفي فضي وفي بيج لون الجسم، جميع الالوان، بس يعني السايد المطلوب الابيض. اللي بيطلب منك اكتر يا حاج الاطفالي ولا الحريمي ولا الرجالي؟ الاطفال. الاطفالي اكتر. ده عشان زبونك معظمه اطفالي ولا بقت صنعه الملابس الاطفالي بقت هي اللي اكتر موجوده؟ هو الاطفال، محلات الاطفال اكتر حاجه فيها حركه شغل. بالنسبه للاطفال لان فيها تجديد على طول، الطفل ما بيفضلش في سن معين زي الراجل مثلا او الست، فالطفل كل سنه بيبقى فيه تغيير في اللبس بتاعه. فطبعا الاطفال ده بيبقى حركه البيع فيه اكتر واسرع. لما بتصدر بره بيطلب منك مواصفات غير اللي بتطلب في السوق هنا يا حاج؟ هو تصدير بره مش بمعنى كلمه تصدير يعني كميات وكده، لا بيبقى فيه تجار او محلات بره مثلا بينزلوا مثلا ياخدوا منتجات من مصر وياخدوا المانيكانات معاهم وهم ماشيين. يعني ما بياخدوش على اساس يبيعوا هناك يعني. بيشتري المنتج نفسه وبيشتري المانيكان معاه. بالظبط كده. فبياخد منك كميه على حسب المنتج اللي هو يعني ساعات بتبقى كميات برضه. هو المانيكان ده سعره كام؟ بيبدا من كام لكام يا حاج؟ بص حضرتك، هو الاسعار متفاوته. يعني احنا عندنا في الشغل في حاجه شعبي وفي حاجه يعني استثماري. اللي هي يعني شبيهة بالمستورد، ممكن جودتها كمان بتبقى أحسن من المستورد في الصنعة بتاعتها. فبالنسبة طبعا للشعبي بيتراوح مثلا الرجالي من 450 جنيه 450 جنيه 450، سعر المستورد ب 3000 جنيه وب 4000 جنيه. يعني اللي احنا بنستورده من بره ب 3 وب 4، لكن لو تصنع هنا استثماري حاجه كويسه ب 400 450 جنيه. لا استثماري بيوصل 800 جنيه 1000 جنيه. 800 جنيه 1000 جنيه اللي هو اقرب لبتاع بره، هو زي بتاع بره بالظبط. ونفس المواد بتاعته، هي الماده هي هناك هي هنا، ونفس التصنيع هو يعني نفس في الصين بيشتغلوا زي ما احنا بنشتغل هنا. يعني احنا ما بندخل على النت ونجيب المصنع في الصين شغالين ازاي، بنفس الطريقه اللي احنا شغالين بيها. هي الماده بتختلف ولا نفس المواد؟ هي نفس الماده برضه. هي الماده عباره عن ايه يا حاج؟ ده ماده اسمها بوليستر، كلها خامات بتروليه على فكره. تمام. يعني ماده البوليستر دي، وفي مصلب اللي هو البروكسايد، وفي كوبالت، والفايبر جلاس اللي هو بيبقى ماسك يعني اللي بيشد الحته مظبوط. وبيتخلطوا على بعض بنسب معينه ويصبوا بالآلة. بالتخليط بقى بنسب معينه وكده. وبعد كده مواد الدهان بقى معروفه يعني. ودي نفس التركيبه اللي بتتعمل في كل حته بتصنع الحاجه دي؟ هي ايه، مفيش فرق. امال الاختلاف ليه بتاع بره اغلى؟ عشان مستورد. عشان دولار. الدولار والاسعار وكده، لكن هو تصنيعه هنا ارخص بكتير من استيراده. ارخص. وبعدين بره دلوقتي ما يعني مثلا كدوله زينا احنا دلوقتي بتستورد، وكل سنه يغير لك عشان خاطر عارف ان المنتج بتاعه بينزل بيتعمل في مصر، فيروح السنه اللي بعديها يروح مغير بمنتج جديد تاني عشان تروح تشتريه، عشان المحلات تشتريه. لكن الـ احنا عندنا هنا القالب مثلا عند حضرتك في المصنع او في الورشه، هو انتوا بتشوفوا ايه اللي بينزل جديد بره وتعملوه بالظبط من النت بقى وكده. معاك اولاد بيشتغلوا في اولادي انا؟ والله انا ليا ابن كان اول ما بدا معايا. وبعد كده طبعا عشان الشغلانه دي صعبه شويه تقيله، ما فضلش ان هو يكمل معايا يعني. طب والناس اللي شغاله معاك صنايعيه قدام برضو ولا في شباب صغير بيجي يشتغل؟ في ناس بتيجي بتتعلم عندي. يعني بيجي مثلا يتعلم ويبقى صنايعي، اصل التعليم سهل. مش صعب يعني ان هو يتعلم المهنه. الصنعه دي مرتبات ولا يوميات يا حاج؟ لا الصنعه دي بتبقى بالانتاج. ازاي بقى؟ هقول لحضرتك. يعني مثلا المانيكان له مراحل. مرحلة الصب القطعة والتشطيب. فالصب مثلا بيبقى ليه أجر معين، ليه تمن سعر. والتشطيب ليه سعر. فبالنسبة للصنايعي مثلا بيعمل 10 حتت في كذا مثلا بيبقى ده المبلغ بتاعه.
يعني حسب الحتت اللي هو بيقرر، حسب الشغل اللي بيعمله. وانت بتشترط عليه وقت مثلا وحضرتك بتتعامل معاه؟ لا لا لا، حسب امكانياته. لكن ليها مده زمنيه ممكن يخلص مثلا؟ يعني في صنايعي يعمل لك 10 مانيكانات في اليوم، في صنايعي يعمل 6، في صنايعي يعمل 5، حسب مجهوده. يعني حسب ما هو عايز او هو عايز يعمل بكام فبيبدا يشتغل. طب بس دي مثلا حد يقول ايه حاجه دي قوالب يعني ومش محتاجه شطاره، يعني اي حد يعرف يعملها؟ سهله بسيطه يعني. لكن في صناعي شاطر فيها؟ في عارفين الصنايعيه الشاطرين فيها؟ هو في الفينش بس. في الفينش، لكن الصب من الاول اي حد يعرف واحد يعمل. واحد كل واحد، لكن يفرقش. التشطيب بتاعها او الفينش بتاعها هو اللي بيبقى مختلف بالضبط. شويه تقريبا اجر اللي بيشطب اعلى من اجر اللي بيصب القالب، تهيألي كده ولا ايه؟ لا، اغلى حاجه في الصنعه صب القالب. يعني صب القالب ده بيبقى بمبلغ. ليه بقى؟ بياخد وقت، يعني القالب ممكن يقعد اسبوع مثلا شغال فيه عشان يعمله. ده لا، ده القالب نفسه، لكن انا بتكلم لما المنتج نفسه. لا، اقل في السعر. اقل شويه. اقل. انت ناويين على ايه في اللي جاي ان شاء الله يا حاج عندك في الورشه بتاعتك؟ والله اللي جاي احنا بنطور على قد ما نقدر، يعني حسب يعني بنشوف الامكانيات او الجديد في السوق. وبنحاول نواكب الجديد، يعني بنحاول نمشي مع التجديد. يعني مش واقفين محلك سر، بتشوف كل قالب بيتعمل جديد شكل جديد. يعني اي منتج بينزل جديد بنحاول ان احنا تعمله عنده. بالظبط كده. وبتعلم صنايعيه جداد عنده. على طول. ان شاء الله يا رب كل الخير ليك يا حاج. طبعا هي الصنعه بدات تنتشر وبقى في ناس كتير فيها، لكن حبينا مع حضراتكم نشوف تفاصيلها ونسلط الضوء عليها. نورتني يا حاج احمد، وانا بشكرك شكرا جزيلا. الحاج احمد العمده صاحب مصنع لصناعه المانيكان، شكرا جزيلا، كل اللي جاي خير ان شاء الله. نورتني يا حاج، بشكر حضراتكم. وحاولنا نشوف معاكم برضو صنعه مصريه ومشروع مصري وناس بدات بحاجه بسيطه 3-4 آلاف جنيه من سنين وبتطور، وعنده دلوقتي ناس بيدربهم وعنده صنايعيه بيشتغلوا، ابواب رزق مفتوحه ومكسب وتصدير وحاجات جميله حبينا نشوفها مع حضراتكم، ونقول للناس اللي ما بتشتغلش تنزل تشتغل. بعد الفاصل فقره جديده في صباح دريم، احلى صباح في مصر. المتحف الروماني بالأسكندرية. بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 1891 لحفظ آثار مدينة الأسكندرية، وانتهى العمل في المتحف بصورة متكاملة عام 1895، حيث افتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني، وكان عدد قاعاته 11 قاعة. ونتيجة للنشاط الأثري وتزايد الاكتشافات زادت عدد قاعاته حتى وصلت 25 قاعة. يضم المتحف بعض الآثار التي ترجع إلى العصر اليوناني الروماني وبعض الآثار الفرعونية، وقد كشف المتحف عن مقبرتين هامتين، إحداهما من العصر البطلمي عثر عليها بمنطقة سوق الورديان، والأخرى ترجع إلى العصر الروماني، وقد تم قطعهما ونقلهما إلى الحديقة القبلية للمتحف. ويحتوي المتحف على عدة قاعات، كل قاعة تضم مجموعة من الآثار في العصور المختلفة. تضم إحدى القاعات مجموعة هامة من آثار العصر القبطي عثر عليها بالأسكندرية، منها لوح رخامي مصور للقديس أبو ميناء بين جمالين رابضين، ومجموعة من الأواني الفخارية التي تصور الفن المصري على هيئة طيور داجنة، وتيجان فخمة من الرخام على هيئة سلال من الخوص المجدول، وتمثال للراعي الصالح رمزا للسيد المسيح يرجع للقرن السادس الميلادي. كما تعرض إحدى القاعات تمثالاً لرأس الإسكندر الأكبر من الرخام الأبيض، وقطعتان من الفسيفساء على الجدارين الشرقي والغربي، وتمثالاً يجسد الصورة المصرية للإله سيرابيس معبود دولة البطالمة في هيئة ثور أسود. ويعد المتحف أحد أشهر المتاحف المصرية التي جمعت آثار الإسكندرية عبر مختلف العصور لتخلدها وتحفظ التاريخ المصري. ومع حضراتكم في الفقرة الثقافية النهاردة إجابة جريئة لله وللحرية.
كتاب من الكتب اللي هتلاقوا فيه بعد فلسفي ونظرة فلسفية. والحقيقة أنا دايما أول حاجة بتلفت نظري في أي كتاب وكل يوم مع حضراتكم نتكلم عن الموضوع ده المفردات، ولأن الكاتب يبدو مبحرا في اللغة العربية وفي أسرار اللغة العربية، فتلاقي حضرتك مفردات بعيدة العمق عميقة جدا، لكن في نفس الوقت هي سلسة وهتفهمها. لكن تحتاج ان انت تكون وانت بتقرا الكتاب ده، هو اعتقد من تصوري انه بيخاطب فئه مثقفه، لان وانت بتقرا الكتاب اولا محتاج ان انت تكون ملم بحاجات كتيره جدا. الكتاب بيبحر بيك في بحور الدين الاسلامي، وهياخدك في الثقافه الاسلاميه، وهياخدك في ردود منطقيه جدا وواجهه جدا على وقائع كتير عدت عليك او على حاجات كتير موجوده، وهتبدا وانت بتقرا الكتاب تسال نفسك ده فعلا بيحصل، ده فعلا حقيقي، الله طب دي ازاي عدت عليا؟ حتة فلسفية كده ليها طعم، ولغة ليها نكهة قديمة ولكنها معاصرة. ده اللي موجود النهاردة في هذا الكتاب اللي موجود، وبنصح حضراتكم تقروه، كتبه أيمن مسعود. مين هو أيمن مسعود وحكايته إيه وإيه الكتاب ده؟ هنعرفها في الفقرة الثقافية النهاردة برضو حضراتكم لمتابعتها، لأنها إن شاء الله هيكون فيها إجابات جريئة وواضحة. صباح الفل يا أستاذ أيمن، منور. صباح الخير يا أستاذ خصفاء. انا مبدئيا بشكر حضرتك على المقدمه العظيمه دي، يعني دي حاجه يعني اعتز بيها، يعني ربنا يخليك منورني. شكرا. انا عايزه قبل ما اروح لاجابه جريئه لله وللحريه، عايزه اعرف ايمن مسعود بقى مين. انا شاعر، ليسانس اداب لغه عربيه جامعه القاهره، دلوقتي حاليا مدير فني لمنصه رواه، هي منصه على الساوند كلاود بتقدم التراث العربي الفصيح بشكل كده في تعليق صوتي مميز، يعني اللي هي فكره ان ازاي نقدم النص، في نصوص جيده جدا وعظيمه جدا، لكن محتاجه شويه ان احنا نجتهد في طريقه تقديمها للناس، يعني نقربها لهم. فاحنا مركزين شويه مع الاطار ده في منصه رواه. انا كمان من فتره كده عملنا انا ومجموعه من الاصدقاء جماعه ادبيه عشان نقدر نوصل للناس اكتر، عملنا رابطه اسمها حفنة الطمين، نقدم فيها الشعر للناس بشكل اقرب للمسرحي مش مسرحي. ليه الاسم؟ علشان احنا مؤمنين قوي، حتى هنا لله والحرية، يعني احنا مؤمنين بحرية الناس. حتى فكرة حفن الطمي اللي هو احنا مؤمنين فيها بمنطق الطمي واحد والشجر الوان، احنا اصلنا واحد طبعا، لكن مختلفين في النتائج. حتى الجماعة الادبية كان اسمها جماعة ادم الادبية عشان برضو الاصل، احنا في الاخر في رابط ما بيجمعنا كلنا كبشر، يعني كانسان في رابط بيجمعنا. النتيجة النهائية اللي وصلنا اليها اختلافنا عن بعض ده يدعونا للاعتزاز والفخر، مش يدعونا للتناحر. صح. يعني انا مبسوط ان انا ليا تراث ثقافي معرفي مختلف عن الاخرين، وده يخليني ابقى سعيد بوجود الاخرين، لان احنا نقدر نكمل بعض ونقدر نضيف لبعض. للاسف يمكن شويه اللي احنا بنشوفه انه كل ما عدايا فهو خطا، يعني اي حد مختلف معايا دلوقتي فهو يعني مخطئ وفي اقصاء للاخر بشكل دائم. فاحنا بنحاول نقول لا، يعني الاختلاف دوت ميزه. حتى الاعلام العالمي لحقوق الانسان بيتكلم عن ده، حتى مفهوم التسامح عند الانسان، يعني في الامم المتحده برضو بيتكلم عن تقبل الاخر وعن تقدير التنوع وعن عن عن فكره التسامح، ان ازاي اقدر اعيش في المجتمع وانا مش عايزه يبقى شبهي، لان والله انا متضرر لو المجتمع ده شبهي. انا هبقى خسران كتير. حتى في الكتاب بقى، يعني ده مفهومه الاساسي. انا عايزه اروح بقى معاك لكتاباتك. اولا قولي اول وثاني وثالث اصدار لي. أيوة. مطبوع. هو اول ديوان كان اول كتاب اصدرته، يعني كان ديوان شعري بعنوان للبيت رب. هو مش ديوان ديني، الاسم بس للبيت رب، لانه ده اصلا حتى الاسم او الجمله نفسها مش جمله دينيه، يعني كان ساحب على حاجات كتير. بالظبط كده. جمله عبد المطلب، وهو حتى كان القصيده الاولى فيه اللي هي بعنوان للبيت رب كانت بتتكلم عن انه للقلب رب، يعني هو بقى يمشي ديوان اقرب للرومانسيه شويه او للواقع شويه. وبعد كده عملنا انا ومجموعه من الاصدقاء كتاب كان اسمه تصورات عن الثقافه. بنحاول كجيل جديد نقول احنا شايفين الثقافه ازاي. احنا عندنا ازمات شويه مع عدد من الاجيال اللي موجوده في تقبلها، في فكره انه اصل الشباب اهوج والشباب مش عارف، ده مش حقيقي طبعا، يعني وانما اعتقد ان كل جيل بيحاول يرسخ لوجوده بنفي الاخر برضو كجزء من نفس الفكره، يعني فبيكلموا عننا كشباب باعتبار ان احنا ما عندناش تصورات. الحقيقه لا، احنا عندنا تصورات عن الثقافه واحنا مطلعين بشكل جيد ومش بنحاول ننفي الاخر، يعني حتى ما قلناش هذه هي الثقافه، لا احنا قلنا تصوراتنا، يعني احنا من حقنا نحط بس اضافاتنا، يعني
عن الثقافة. في الحتة دي أستاذ أيمن قبل ما عديها كده، لأنها نقطة يعني إيه تهم الجميع، الشق الخاص بأن ما بقاش فيه دلوقتي أعمال جيدة بتكتب، ما فيش روايات طيبة، ما فيش مجموعات قصصية، ما فيش كتب كذا، اقروا بقى زمان كان فيه وكذا وكذا، وتلاقي ناس تقول لك أنا لا مش بقراش للجيل الحالي ده، أنا بس بقرا الأسماء بقى العظيمة التي كتبت في الأزمنة دي. لو رجعنا للأزمنة دي، الناس دي بدأت ما تكتب، هل كانت بتكتب بنفس طريقة الأزمنة السابقة؟ يعني هل الناس دي كتبت مثلا زي المعلقات اللي كتبت في الأدب العربي أو الأدب الجاهلي مثلا يعني؟ ففكرة تطور الأجيال وإن هم يحطوا الثقافة الملائمة لمعطيات العصر الموجود حواليهم. هرجع شوية قبل كده، هقول أبو عمرو بن العلاء كان لما بيشوف نصوص أبو تمام، نصوص أبي تمام الشاعر الكبير يعني، كان بيقول إن ده أصلا مش عربي، يعني كان بيقول إن أبو تمام ما بيكتبش عربي، وكان بيتحدى أبو تمام وكان بيحاول ينفيه. المتنبي لقى نفس الصراع مع الأجيال اللي قبل كده وحاولوا برضو إقصاء المتنبي. هو ده صراع أجيال، يعني ده بيحصل على طول طول الوقت يعني، إنه في جيل بيبقى مقتنع باللي هو بيكتبه بصحة رأيه، لأنه هو عاش تجربة غير اللي بعد كده عاشوها يعني. لو جينا الجيل القديم قلنا له استغنى عن الموبايل، فيقول طبعا استغنى عن الموبايل، إيه يعني الإنترنت كله يعني، ولا ليه لازمة في الحياة، لأن هو عاش فترة طويلة جدا من حياته من غير ما يعتمد على الإنترنت ولا على الموبايل. لكن جيل الشباب هو طلع في أحضان الإنترنت وفي أحضان الموبايل، لو قلنا له استغنى عنه ما يقدرش يستغنى عنه، دي حاجة معاصرة بالنسبة له يعني. فأصبحت المفردة، أصبحت طبيعة الحياة، أصبحت التعامل في جيل مختلف تماما عن الجيل اللي بعد كده. فهو بيحاول يجيب الجيل دوت على منطقته هو، يعني باعتبار ان هو دلوقتي جيل صاحب السلطة، يعني هو اللي ليه السلطة، السلطة الأبوية يعني، هو الأب، هو الخال، هو العم، هو اللي كذا، فهو اللي بيتحكم. لكن سيدنا الإمام علي نفسه من زمان جدا يعني فطن لهذه القضية وقال ربوا أبناءكم على غير ما تربيتم عليه فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم طبع. فهي دي الفكرة، انه ازاي نقبل انه أقبل ان ابني دلوقتي هو مختلف عني، هو تجربته مختلفة، هو أدواته مختلفة، الأغاني اللي بيحبها غير اللي أنا بحبها. أنا طبعا يهمني قوي أنه يحب أم كلثوم وفيروز زي ما أنا بحبهم، لكن هو بيحب أغاني تانية، هو بيحب حاجات تانية، فلازم احترم ده. هي برضو نفس النقطة، احترام الاختلاف، احترام التنوع. رصدتها في الكتاب اللي كتبته أكيد يعني. أنا هو كان مبني على كده، لأنه هو الكتاب مبني على اتهامات للإسلام، وللأسف أنا كل ما بشوف أنه في حد بيتهم الإسلام بشوف الردود عليه ردود غير إسلامية بالمرة، ردود فيها سب وقذف وشتيمة، والإسلام قال كده، والإسلام ما قالش كده. هو الإسلام دايما في القرآن فإن حجوك فقل، فإن قالوا فقل، سيقولون فقل، يعني هو الإسلام مبني على فكرة الجدل، مبني على فكرة المجادلة أصلا يعني، والمجادلة بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. وعلى فكرة هنا بقى عشان اللغة، حضرتك أشرت إشارة ذكية جدا للغة في البداية، إنه اللغة لو ربنا قال جادلهم بالحسنى تفرق كتير عن جادلهم بالتي هي احسن طبعا، او جادلهم بالاحسن، اعجاز القران هنا في طبعا يعني. لو قال جادلهم بالاحسن مثلا يعني، فلو افترضنا ان السب بالام اقبح من السب بالاب، فلو هو سبني بالام سبه بالاب كده تبقى احسن، لكن بالتي هي احسن هو ربنا حط حد ادنى هنا، في معيار حد ادنى ما ينفعش تنزل عنه مهما كان بقى الطرف الاخر ده. انت بتقدم الطيب بس، انت بتقدم الطيب بس، انت مالكش علاقه، انت مش رد فعل، ما ينفعش تبقى رد فعل ابدا. فلما اجي اتعامل مع الكتاب بالمنطق ده، هو في حد بيتهم الاسلام لانه غير مؤمن بيه، بيكرهه بقى، شاف حاجه هو مقتنع بيها، واخد فلوس، قابض، مرتقى، انا مالي يعني. انا في الاخر ماليش دعوه، انا في الاخر ليا طرح منطقي وحج. هو الراجل طرح قال كذا، انا بدور في الاسلام، لانه هو الفكره ان انا ارد بالمنطق وبالعقل، لان احنا كمان تربينا بشكل كبير جدا على منطقه عاطفيه في الرد، والمنطقه العاطفيه دي لا تليق بالاخر. لما يجي حد مثلا صاحب الحجه هو بالنسبه له رد عليا بواقع، ما تردش عليا بمشاعر. ما هو اتهام الاسلام مثلا لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يتهم بانه شهواني، بانه علاقاته النسائيه مش عارف عامله ازاي، فيجي الشيوخ علمونا ان احنا نقول اصل ربنا اللي جوزه. طب ما هو اصلا هذا الذي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التهمه لا يؤمن ان في علاقه بين النبي والله اصلا. يعني هو لو مؤمن رد عليه رد منطقي وعلمي بالظبط. هو لو مؤمن ان في علاقه بين النبي والله مش هيقول ان هو شهواني خلاص، لكن هو مش مؤمن اصلا بهذه العلاقه. فانا لما اجي اقول له اصل ربنا هو اللي زوجه، ربنا هو اللي ده امر الله سبحانه وتعالى، طب هو هيقتنع بده ازاي يعني؟ هو طبعا مش هيقتنع بده. وهل بقى معنى كده ان انا اقول ان انا ملهم يعني صاحب الالهام؟ بالعكس، انا من اكتر الحاجات اللي اسعدتني ان في مناطق في الكتاب خدتها نقلا من اخرين ردوا، يعني العقاد مثلا رحمه الله في عبقريه محمد
ردد رد وافي جدا جدا عن ما يتعلق بشهوانيه النبي صلى الله عليه وسلم. رد عقلاني بحت تقريبا على ما اتذكر، يعني فيش ولا مره قال قال الله، فيش ولا مره جاب نص ديني. يعني هو بيتكلم عن وقائع تاريخيه، مش انتوا بتتهموه بالوقائع التاريخيه؟ تعالوا نتكلم بالوقائع التاريخيه ونشوف هو يعني هل فعلا كان شهواني ولا ما كانش شهواني. هل الاسلام دموي ولا الاسلام مش دموي. طب ما تيجوا نشوف القران بيقول ايه، لانه مثلا في حجه الاسلام امر بقتل المخالف. طب فين قتل المخالف؟ واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، اهو المشركين بيتكلم عن المشركين. طب الايه اللي بعديها على طول، اللي بعديها بس يعني وان احد من المشركين استجارك فاجره. طب ما بيتكلم هنا عن المشركين برضو. ارجع بقى للايه اللي قبلها وافهم السياق، لانه ده برضو الاقتطاع اللي هو ودايما للاسف بقى نلاقي المثل اللي حضرتك بتقوليه ده بيقولوه كتير جدا من اللي بيقتطعوا. يعني هو يقول ما تقتطعش، اوعى تقول لا تقربوا الصلاه، وفي الاخر هو اول ما بيجي يتكلم معايا بيقتطع على طول. ياخد الجزء ده وما كلفش نفسه حتى عناء انه يبص على السياق قبله او السياق بعده عشان يشوف هل هو فعلا حجته منطقيه، هل ده يكفي انه 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 يهاجم الاسلام بناء على هذه الحجه ولا ده لا يكفي. استاذ ايمن، طبعا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده موجود في هذه المطبوعه في ايدي، اجابه جريئه لله وللحريه. والحقيقه برضو بهتم بالغلاف وعجبني الغلاف واستخدام الالوان الرماديه والابيض والاسود والمفتاحين اللي موجودين، يعني في شكل كده. يعني اتصور ان انتوا لما تشوفوا الغلاف هتلاقوا البعد الفلسفي اللي انا بكلم حضراتكم فيه موجود داخل ومنصب بوضوح داخل طيات الكتاب. عايز أسأل حضرتك عن الربط. عملت ازاي الربط من وانت بتنقل من موضوع لقصة 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 لحكاية، ايه الربط اللي كان قدامك هنا؟ تمام. هو ليه بقى الكتاب اسمه إجابة جريئة؟ لأنه هو صدفة يعني كده أنا شفت كتاب، شفت برنامج اسمه سؤال جريء على إحدى القنوات، وليه حلقات كتيرة جدا على اليوتيوب. ويعني طبعا أنا مش عايز أتكلم بس كتير عن القضية دي أو عن الأمر ده يعني. لأنه هو طبعا من حق كل حد، يعني أنا فعلا مؤمن بده، أنا من حق كل حد أن يقول أي حاجة هو بدم مقتنع بيها، هو من حقه يعمل ده. فهو البرنامج بيهاجم الإسلام بس بمنطق أنه أنا بطرح أسئلة المسلمين ما عندهمش إجابات عنها. فهو برنامج اسمه سؤال جريء، فأنا ابتديت أعمل الكتاب اسمه إجابة جريئة. أنه زي ما حضرتك عندك سؤال جريء، أنا كمان عندي إجابة جريئة، وأنا شايف أنها جريئة لأنها غير معتادة. يعني أنا فعلا ما بزعمش أن أنا بقدم لك اللي أنت بتسمعه طول الوقت من من الردود المبنية على بعض الأحكام، وكان في ردود كده كتير منها جدا مهمة. يعني أنه أنا مش بقول هو ده ما أؤمن بيه وخلاص، بالعكس أنا بحاول أدور معاك، أنا بحاول أفترض أن حضرتك باحث أكاديمي وأنا كمان باحث أكاديمي، فانا بحاول افترض انه في عمليه بحث اكاديميه هدفنا احنا الاثنين فيها الوصول للحقيقه. فبتمنطق الامور شويه يعني. عشان كده انا لا بهاجم ولا بدافع ولا بشتم ولا مستفز، يعني ولا متنرفز في الكتاب. بالعكس خالص، يعني حضرتك طرحت ده وانا بحاول اطرح معاك، بكمل معاك عمليه البحث، وفي اخر الكتاب بقول له او بقول لغيره يعني انه لا اتصور ان انا لا ازعم ان الكتاب دوت يمتلك الحقيقه المطلقه يعني، ولا ان انا خلصت كل الحاجات، ولا ان انا عملت اللي عليا. بالعكس انا بقول ان انا طرحت طوبه او بنيت طوبه في حجر البناء المعرفي ده. حضرتك ممكن تشوف ان فيها اخطاء فتحاول تبني طوبه فوقيها. فانا اتعلم منك برضو وابني طوبه اخرى، ونحاول نوصل لده، يعني نحاول نبني المعرفه الانسانيه. ورهاني دايما عمره ما كان على المخالف، رهاني على المحايد. يعني انا مثلا كنت في مناظره قبل كده مع احد الاشخاص المحترمين الملحدين، يعني هو يعني طبعا ليه الحريه يعمل اللي هو عايزه. انا عمري ما كان رهاني ان انا هقعد معاه في الحلقه ونخرج ان هو تائبا يعني وقال لا اله الا الله خالص، لكن ارد بس انا رهاني على على المحايد، رهاني على اللي ما عندوش المعلومه، رهاني على اللي بيسمعنا دلوقتي انه لما يشوف اتهام للاسلام وهو ما عندوش حجه قادره على مواجهته يعرف يرد، فيعرف يبقى مقتنع على الاقل انه ما ينحسش للسكه دي، او ما يقولش خلاص بما ان الاسلام فيه كل الاتهامات ديت فيبقى خلاص كده الاسلام اكيد في حاجه غلط، يعني امال كل الاتهامات دي ليه؟ فلا، تعالى بس نتعامل مع الموضوع بحياديه اكتر، بمنهجيه اكتر، ببحث معرفي وبحث اكاديمي من غير صعوبه، يعني من غير ما احاول اصعب الامور على الناس بشكل او باخر. يعني مخارج الفاظك رائعه وانا برتاح مع الناس يا جماعه، والله يعني برتاح نفسيا، ببقى مش عايزه اخلص الفقره مع الناس اللي لغتها ومخارج الالفاظ كده تحس ان المنطقه دي عنده سلكه كده ومرتاحه. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني استاذ ايمن مسعود، بدعو حضراتكم لقراءه اجابه جريئه لله والحريه. هو انا طبعا بجيب مع حضراتكم الوان مختلفه النهارده، اللون ده هو حدوته مكتمله، رواية مكتملة.
حضرتك هتطلع من حتة لحتة لحتة، هتلاقي نفسك في نفس الإطار الفكري، في نفس الربط الفكري، في نفس القدرة على أن أنت تلاقي نفسك من حدوتة تقول الله ما جاش على بالي الرد ده. قصة تانية، قصة تالتة، نقلات مختلفة ولكنها كلها مترابطة وبنفس السلاسة. بدعوكم لقراءة هذا المطبوع الرائع من وجهة نظري، طلعت عليه وتجولت فيه واتبسطت، وبدعوكم تتبسطوا بيه. وبشكرك يا أستاذ أيمن، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضرتك، وإن شاء الله نتقابل تاني على خير. أتشرف طبعا، ربنا يخليك. نتقابل مع حضراتكم بعد الفاصل، ومن الثقافة نروح معاكم للمسرح وشباب بيقدموا عرض مسرحي، فرقة عدى النهار هيكونوا معانا على الهوا النهاردة، مسرحيتنا طائر، وهنشوف معاكم برضو قيم وحاجات خاصة بقى بالعمل والاجتهاد والإيمان والتقدير للآخرين والاحترام، قيم مختلفة في عرض شيك وراقي جدا، وبنكون حريصين ان يكون المحتوى بتاعنا اللي بيقدم لحضراتكم كمسرح بيمثل أجيال مصرية رائعة تبني هذا الوطن وتبني الثقافة المصرية وتبني أنواع جديدة من الفنون. خليكم معنا بعد الفاصل في صباح دريم، أحلى صباح في مصر. وبنكمل مع حضراتكم فقراتنا، والفقرة النهاردة الختامية والأخيرة هيكون معاكم المسرح. والحقيقة المسرح بعتبره دايما من أقوى وأجرأ الفنون، يعني بطل المسرح أو الشخص اللي عنده القدرة أنه يطلع ويمثل ويواجه الناس بدون أخطاء ويقدم عرض مباشر قدامك ولايف أنت شايفه قدام عينيك، دي بتحتاج جرأة كبيرة وبتحتاج قدرات كبيرة. والمسرح طبعا من أعظم الفنون اللي ممكن تكون موجودة، وبتقدر توصل منها الرسائل المباشرة والواضحة في العرض بتاعك. النهاردة معانا ودايما بنجيب لحضراتكم فرق مسرحية شابة عندها عروض مميزة بتوصل منها رسائل من نوع خاص وبتوصلها بطريقة جديدة. عرضنا النهاردة لفرقة عدى النهار اسمه الطائر. منورني النهاردة في الفقرة دي الأستاذ عمر حسين مخرج مسرحي. صباح الفل عليك. صباح النور يا فندم. خليني في البداية أخد منك حدوتة عدى النهار إيه؟ حدوتة عدى النهار فرقة مسرحية حرة اتكونت تقريبا من 2002، ضمت جميع الاعمار السنيه، بتضم الشباب اللي اهتماماتهم في الفن وخصوصا في المسرح، فحاولنا ان احنا ما نبقاش في المسرح فقط، المسرح ده ابو الفنون، فهنحتاج ان احنا نضم للفرقه مغنيين، ملحنين، مؤلفين، فاحنا الفرقه الحمد لله في ازدياد، ماشيه في عروض بخط كويس، خط اللاين احنا ماشيين فيه بشكل محترم، بنلقى اعجاب الناس في كل عرض بنقدمه، بنحاول ان احنا نحتك بالفرق المسرحيه الاخرى في عده مهرجانات، بننول اعجاب الناس وبنحاول نجتهد ونطور في نفسنا اكتر واكتر. عددكم دلوقتي قد ايه وايه الجوائز والعروض القويه اللي قدمتوها وخدت صدى؟ تقريبا يعني احنا واصلين الان الى 40 فرد في الفرقه من مختلف الاعمار السنيه، أطفال وشباب مرحلة إعدادي وثانوي، مرورا بالشباب الجامعي والشباب اللي خلص جامعة ومتجوزين ومخلفين وكبار في السن وكبار مقام يعني معانا في الفرقة. فيعني احنا هو عددنا في ازدياد أكتر عرض، يعني احنا قدمنا عروض كلها بصراحة يعني نالت إعجاب الناس. كان الحظ الأكبر كان العرض طائر إن هو اتشاف أكتر، نال جوائز أكتر من العروض اللي قدمناها الباقية، بما لا يقلل من قيمة العروض اللي قبل كده. إحنا بصدد إحنا عرضنا عرض اسمه غمض عينيك للمخرج إسلام سعيد، وهو واحد من أبطال العرض الموجودين النهاردة، والفرقة اسمها عدى النهار نظرا لأن إحنا قدمنا عرض اسمه عدى النهار كان إخراج إبراهيم أحمد علي، وهو برضو شاب من النهاردة هنشوفهم إن شاء الله. واحنا في صدد عرض تبع الهيئه العامه لاثار الثقافه اسمه صبر ايوب للمخرج محمد ربيع. لو اتكلمنا بقى ختاما كده عن طائر، ايه بقى ملخص مسرحيه النهارده او المقطع اللي واخدينه في مسرحيه النهارده؟ طائر الاول على مستوى النص هو تاليف محمود جمال حديني، شاب كلماته ونصوصه رائعه جدا. السينوغرافيا الديكور والاضاءه كريم خالد. تصميم الدعايه والاعلان احمد مجدي، المساعد المخرج عبد الرحمن عبد الظاهر، استعراضات خالد رجب، وبطوله فرقه عدى النهار المسرحيه واخراج العبد لله. الحدوته بتتكلم ان في طفل اتولد بدون لسان، امه ربت فيه الحب والخير والسعاده، فكون ان هو بدون لسان فهيتعامل مع الناس عن طريق الاشارات والايماءات، هينزل على بلد، هذه البلد تعاني من الفقر والضنك
ويستسلم أهلها وينتظرون المخلص اللي هيجي وينشلهم من الفقر والخنوع والذل اللي هم راضيين بيه. فهو بيجي من اسمه طائر، فبينشر فيهم صفات الطيور من حب ونشاط وخير وسعادة وعمل، وبيبعث فيهم قيمة إن الإنسان كل منه بداخله مخلص، بداخله طائر حر طليق ينطلق فيبدع فينتج فينشر السعادة وينشر الحب. ومن هنا نقدر بالحب وبالسعادة وبالخير وبصفات الطيور نغير حاجات كتير ونرجع لمجتمع أفضل. إحنا دايما نأمل إن إحنا نكون أفضل وأفضل. فدي قصة طائر قدمنا بيه في كذا مكان ونال إعجاب الناس. إن شاء الله النهاردة يعجبكم بإذن الله. بإذن الله موفقين، ومنتظرين بقى نشوف العرض معاكم. وبشكرك شكرا جزيلا، ونكمل بقى مع حضراتكم ونشوف معاكم عرض فرقة عدى النهار. والعرض النهاردة إن شاء الله في فكرة جديدة وفي حاجة ظريفة تعجب حضراتكم النهاردة. طائر تابعوها معنا في صباح دريم. هنا في هذه البلدة وفي هذا البيت البسيط حدث سعيد أدخل السرور على من في البيت. يبدو أن سيدة البيت تضع مولوده. صار الطفل شاب وأصبح قلبه مرتبط بالطيور لأنه طار. ماذا كل هذا الحزن؟ اليمامة الصغير ماذا حدث له؟ لا يا بني، لا يمكنك ذلك، فهي طائر. عندما خلقها الله خلق لها أجنحة لتطير بها وتحلق بها في السماء، أما نحن فلنا قدمان نجري ونفعل بها أي شيء نريد، وإن لم تستطع فلك يدان إذا مددتها تستطيع أن تلمس الشمس والنجوم، وإن لم تستطع فاجري وصح وتحدث وغني. أعلم أنك بلا لسان ولكن بدبيب قدمك على الأرض. لا تجعل شيئا يتغلب عليك طائر. أنك تعلم أنني قد اشتد بي المرض في هذه الفترة، وأنني أشعر فأن قد حان الوقت الذي أصعد فيه إلى السماء، إلى الذي خلقني وخلق الناس كلها، ولن تراني مرة ثانية. أجل في السماء في مكان واسع وجميل به أشجار وكسور عالية وناس طيبون. لا يا بني، منذ عدة أعوام مات أبوك ثم ماتت أمي ومات أبي أيضا، وحياتي لم تتوقف علي. تجعل حياتك أنت أيضا تتوقف علي. أخرج أخرج إلى الناس يا بني. لا يا طائر، في مكان ما في هذه الأرض يوجد الأشرار والطيبون. هذه هي الحياة التي نعيشها، ولا يمكن للإنسان أن يعيش حياته كلها مع الطيور، لأنه في النهاية إنسان لا طائر. أخرج إلى الناس يا بني، اصنع لهم شيئا ولنفسك، لا تدعهم يكسرون البراءة والحب الساكن داخل قلبك، بل اكسر أنت الكره والحقد الساكن داخل قلوبه. أخرج أخرج يا بني. والآن أريدك أن تحكي لي حكاية. كان فيما مضى طائر جميل كان لا يتكلم، وأمه كانت تحبه حبا عظيما. كانت تحكي له كل يوم حكاية قبل أن ينام، وعندما جاء اليوم الذي ستموت فيه كانت حزينة فقط لأنها ستترك ولدها. ولكنها علمته أن يغني ويرقص وأن يضحك دائما في لحظات سعادته
ولحظات حزنه، ويبكي أيضا في لحظات سعادته ولحظات حزنه. الناس بدأت تأتي وكالعادة يكلمون في بضاعتي يمينا ويسارا يسارا ويمينا ولا يشترون شيئا. آخر النقود التي حصلت عليها كانت منذ شهر شهرين، لا أستطيع أن أتذكر. هل تصدق؟ هل تصدق أنني لم أصدق الطعام منذ يومين؟ وأنا أيضا لم أصدق الطعام منذ يومين. وإذا استمروا الحالة أكثر من ذلك سوف نهلك وتهلك المدينة كلها. لا، أنا عن نفسي لن أتقاوم أكثر من ذلك، فالناس تموت كل يوم من الجوع، كل يوم من العطش، أنا لا أستطيع أن أتنفس. اتركوني، أين بضاعتي؟ لقد سرقت بضاعتي، أين بضاعتي؟ ألا يستطيع لسانا العمل بعد دقائق يرعى؟ صباح الخير يا سيد سيناء. صباح الفقر والهم والغم. كلامك كلامك كلام. ألا تستطيع؟ ما هذا؟ وماذا سنفعل لو صمتنا يا سيد سينان؟ الصم. السكون. كلها كلمات خير بكثير مما تقولون وتلقون بها يمينا ويسارا. يسارا ويمينا. خير من هذا افعلوا شيئا، اجلسوا في بيوتكم او تعالوا هنا ناموا بجواري واشربوا معي الخمر. خمر؟ ومن اين تأتي بالخمر يا عجوز البلدة؟ انه هو السكير العظيم، يمسك زجاجة فارغة منذ سنوات ويشرب منها ويسكر. انها فارغة يا عجوز. هذه الزجاجة ليست فارغة. فارغة. اضحكوا اضحكوا، ناموا وامرضوا وانتظروا الموت الذي سوف ياتي عما قريب، ولينظر كل منكم الى الاخر ويقول عجوز مخرف. كل منكم يعلم ان ما اقوله هو الحقيقه، وان النهايه تقترب. ماذا تنتظرون ومن تنتظرون؟ اصمتوا وتكلموا، انكم اموات ولكنكم لا تدركون ذلك. اخبرنا ماذا يمكننا ان افعل يا حكيم البلده. انا مثلكم لا اعلم شيئا، كل ما اعلم اني جثه تتحرك على هذه الارض. نحن نعتذر لك. نحن نعتذر لك يا سيد، يا سيد جثة، يا سيد جثة، والذي يعتذر لك جثة. إنه كل أنفسك. انظروا انظروا من قادم من بعيد. من القادم من بعيد؟ جايب الضرائب. جايب الضرائب، وما الذي أتى به إلى هنا؟ رحبوا معي بجايب الضرائب. مرحبا بك يا سيدي. صباح الخير يا سيد كاردين. صباح الخير يا سيدي. هل الأمور هنا تسير بشكل طبيعي؟ هل لدى أحد منكم شكوى من أي شيء؟ أو في أي شيء؟ لا لا، إننا جميعاً هنا سعداء. دانيو سيدي
كيف حالك يا داني؟ بخير حال يا سيدي، الناس هنا جميعا سعداء 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 وكل شيء على ما يرام. هذا يسعدني كثيرا يا دانيو. قلت اليوم لك أطمئن على الناس، لأرى إذا كان لأحد منكم تضرر. معذرة لا يهم لا يهم يا سيدي، إنها أشياء بسيطة، أشياء ليست لها أي قيمة. نعم إنها أشياء. إنها طفلة صغيرة. ونخبركم أيضا ببعض القوانين الجديدة التي أصدرناها. قوانين جديدة؟ وما هي تلك القوانين إذن؟ علقها هنا يا داني. نعم. مدينة جميلة وناس سعداء، السر في إسعاد الناس هو أجاب الضرائب. دانيو هذا عملي فقط، لا تبالغ. اقرأوها جيدا واخبروا الناس بها، وطبعا لن أقول لكم أن هذه القوانين. كنت أقصد يا سيدتي أن هذه القوانين هي أفضل ما قرأته. دانيو سيدي سيدي، يجب على أن أنصرف الآن يا دانيو. فلتحفظك السلامة يا سيدي. مدينة سعيدة. سيد داني، سيد داني، ماذا؟ ما المكتوب في هذه الورقة؟ لا أعرف، إنك تعلم أننا لا أجيد القراءة. لا تجيد القراءة، ولكنك تجيد أن تعلقها. ممنوع السيف تقاتل البلدة. ماذا؟ سيد كاردين، سيد كاردين، ماذا؟ يجب أن تتبع هذه القوانين. أن نتبع هذه القوانين؟ سيد داني، إنهم يفرضون علينا القوانين واللوائح، حتى إذا فعلنا شيئا ضد رغبتهم يلكون بنا خارج البلدة، ونحن لم نفعل شيئا، ونحن لسنا من نخاف. كاردين، أنت تعلم يا سيد كاردين، أنت تعلم أنك تتخطى حدودك معي، وأنا لن أسمح لك بذلك أبدا. وأنت أيضا تتخطى حدودك معي، وأنا لن أسمح لك بذلك أبدا. لعن الله مساءكم أينما كنتم، مع المباراة المرتقبة بين كاردين من كاردينيا ودانيو من دانيونا، وتبدأ المباراة. انظروا. من هذا؟ لا رأيته من قبل. أنا لم أره من قبل. أرأيتم هذا الشيء من قبل؟ من أنت؟ تكلم. من أنت؟ أريد أن أعرف من أنت. ألا تسمع؟ اعترف. إلى أين يذهب هذا الرجل؟ من أنت؟ متجر إيش؟ متجر إيش؟ لا يذهب يومينا، لن يفلت منا، يذهب يومينا ثم ينصارا. نعم يصل بعينه ويعرف ذلك. لن يفلت منا. هذا الصمت لسهم قاعد يسرقوا متجرك. متجري لا يوجد شيء ليسرق، ثم انها بضاعة قديمة. وبقى من هذا؟ وما تلك الحركات التي يفعلها؟ يبدو انه مجنون. مجنون؟ سأتفكر. ها هو ليه؟ لقد اخذ شيء من امامي. متجري متجري اسرقني. انه طيب تدافعين عنه، لكنهم يقولون انه لستون جاي ليسرق متجري، وانت تدافعين عنه. يا اقول عنك انك طفله ذكيه. لس وكتاك لك هذه النقود. ذكيه؟ انتظري، هل حصلت على هذه النقود؟
خذها لك، افعل بها ما تشاء، اعتبرها أجرك لهذا الأسبوع. ذلك إن أردت أن تعمل معي، فأنا لدي أعمال كثيرة أحتاج لشاب. إيريوس ماذا؟ لقد أعطيته له كنا كثيرة. سيعمل معي ومكسبنا سنقسمه بيننا بالعدل. إذن فليكن. اسمي إيريوس، وأنت؟ اسمي إيريوس وأنت؟ لا أفهم. شيء يحلق في السماء. شيء يحلق في السماء. شيء يحلق. ها حمام. حمام ليس حمام. فكر مرة أخرى. ها عصفور. عصفور ليس عصفور. ليس عصفور. ها صقر ليس صقر. لا أستطيع أن أخبرك بأسماء الطيور كلها. اسمع اسماء. مرحبا بك اسماء. جميل. مرحبا بك اسماء. ستعملين معي؟ ليس اسماء. لا استطيع ان اخبرك باسماء الطيور. طيور نسر نعام بطريق. بطريق جميل. بطريق اسمه طائر. لا يوجد شخص اسمه طائر. وانا اقول عنك انك ذكيه. انها طفله صغيره. اني اخبرها بذلك. حسنا اسمه طائر. طائر نرقص. حسنا هيا بنا فلنرقص. سنرقص سنعلم الرقص سوف نرقص.